بالمرصاد بفلاش باك، حنا بالمرصاد بفلاش باك، كل واحد يذكر بخيره ويشره، ما يهم من زعله ولا نسره، ما علينا وش يفكر ما علينا، حنا بالمرصاد بفلاش باك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير. مرحبا في يوم جديد، في حلقة جديدة من فلاش باك، حلقة ختام الأسبوع، ولكن فيها أحداث وجديد وأخبار ومحاور نستكملها اليوم وياكم. فيها إحصائيات مهمة لهذا اليوم. رحب فيكم في يوم 28 ومتحمسين جدا لمحاور اليوم ولحلقة اليوم. خلوني أرحب في البداية بالزملاء النقاد والأساتذة، الأستاذ محمد بن دعير، حياك الله. يا هلا يا ابو عبد الله. هذا لا هذه بصعيو دائما دليل ان الحلقه ناجحه انك استفتحت الحلقه فيها. انا عشان كذا انصت اتفائل فيك. يا مرحبا والله يا ابو عبد الله، انت الاستاذ علي الغامدي، استاذ فهد معيان، اتمنى عوده العزيز محمد في القريب العاجل. ان شاء الله انا مضايقني المكان الحين. طيب على طاري المكان، رحب بعلي الغامدي. علي، اليوم المكان لك لحالك. حبيبي، اول شيء صباح الخير على الساده المشاهدين. انا اول مره استمتع بالطاوله الحالي، امبارح جنبي احد المتسابقين، الحمد لله صار ناقد، ويعني نقول ابو محمد معنا منور حتى والله. شوف انت للامانه مستاذ والله يا ابو دخيل، والله استاذ ومعلم. لكن انا كان عندي مشكله في المكان هذاك، اللي هي ابو دخيل كان مره عريض وسحب، عرفت؟ سحب الاكسجين كله، انا اصبت بكتمه البارح ما عرفت اسولف. مشكله الاكواب وحذف الماء هذه. انا يلا فهد يعني والله. مرحبا ابو معيان. الله يحييك يطول عمرك. الحمد لله اليوم 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 رجع الاكسجين للوكيشن. تمسي على نفسك اليوم؟ لا امس امسي على الاكسجين لانه كان مسحوب هناك، كنت يلا اسولف واتنفس والحق نفسي. عزيز اليوم رايح طوارئ. اي راح طوارئ. طيب مرحبا بكم مجددا، مرحبا المشاهدين المتسابقين، كل من يتابع حلقة فلاش باك. يوم جديد من الأداء والتنافس والإبداع في برنامج الاستديو. اليوم بنبدأ بإحصائية اليوم، اللي شكرا لفريق الإعداد في برنامج الاستديو ومؤدين ومعدات لهذا البرنامج. خلونا ناخذ إحصائية اليوم بالنسبة للفقرات اللي صارت. نجم اليوم وكذلك نجم الغياب، عندنا نجم غياب وعندنا نجم يوم. وبإذن الله من بداية الأسبوع بيكون في إحصائية للأسبوع الماضي لنجم الأسبوع، واللي راح يكون بإذن الله تعالى فيها مكافآت للمتسابقين. خلونا نستعرض إحصائية اليوم، أعطوني الصورة. إحصائية اليوم بالنسبة لساعات البث طبعا 12 ساعة، بالنسبة للفقرات وكذلك الشيلات وكذلك القصائد وغياب الصلوات. طبعا هذه الإحصائية كما هي موضحة، السؤال في الجلسات وكذلك المبادرات. نجم اليوم بجدارة صالح البلوي، هو يستحقها صالح، وكذلك نجم الغياب للأسف بسام بن عشق، اللي من 3 أيام ما كأنه بسام اللي قبل. شكرا لكم على هذه الحمد لله على الإحصائية. صالح البلوي الحمد لله وفضل الله سبحانه. أنت ما في خربت في اليوم حدث، في حدث ما جاء، أنت في حدث ما حضرته. وين اللي هو إن الشباب كانوا كنا نراهن على أن صالح البلوي هو القائد الخفي للنسخة، حلو ايه؟ وكنا نحاول نخفي اسمه عشان ما يقلبون عليه. فهد يقول أخفي، قلت قلت أنا أخفو. قال لا والله بنعلنه. قلت طيب خل حن يعني من باب إن الرهان حرام، أنا بقدم عرض، إذا ما قلبوا عليه خلال أسبوعين أنا بعشيكم في مطعم عالمي، في مطعم عالمي ستيكات شغل مرتب حلو ممتاز جوي. كملنا 4 أيام قلبوا عليه قبل نص ساعة. لا حول ولا قوة. أنا شغال، أنا أسأل متى العزيمة؟ خلاص أنت كنسلت، خربت عزيمة، خربت. قلبوا على صالح رجل ما كملت أسبوع. خربت يا سلطان. إيه جاء مشكلة اليوم مع صالح. ما جات مشكلة يا أخي. وش اللي صار؟ جاء يعني سوء فهم شوي. هي سوء فهم المشكلة. هي مش مشكلة مباشرة. نفس الغلاية نفس. لا 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 هي هذه كلها سوء فهم. طلع زعل أنت أهم شيء. أنت بيزعل بس ها؟ أنا ما يزعل. هو مو هم مسألة لازم مسألة غلاية وواحد يزعل. مشكلة. حتى محاولة يعني أنكد عليك الوضع واضح إنه مقصودة. شكرا. يعني أحاول إني أنا أرسم يعني أبيت النية، أبيت النية إني أحاول أدف الطاولة عنك واضح. طيب ما هو لازم انتظرهم لين تضربوا يا اخي. نبي مشكله صريحه. لا 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 ما تطلع مشكله صريحه، ننتظر الباطل ثاني من مشعل مشعل سلمان. كثيره اليوم في مشاكل كثيره. لكن على طاريها تبون نبدا محاور ايجابيه ولا المشاكل؟ لا في المشاكل اللي ما عندنا. انا اليوم احب المشاكل. مشاكل نعم. اعطونا مقطع مشاده كلاميه اللي كانت بعد حلقه فلاش باك البارح وقبل صلاه الفجر.
اول اول محمد قال على لبسه يا مشعل هذه السالفه والله نبي انا منضبط من الحركه المبدا قبل والله العظيم ثم والله العظيم يلي يحط عمره يشبع عمره بالجزمه يرضى على نفسه يا ولد خلاص قول يا محمد اخطيت والشيء الثاني قول يا محمد سالفه ايه سالفه الفراشات انا صار مع الرجال لا 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 لو انك تعد اخوك سالفه الفراشات هناك يوم يقول انت قايم جايب المال ورجع عشان الفراشات تجي انت وتجي مع محمد انا اقول لك ما انت حسبان ما انت حسبان لا خوي ترى خوي لا 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 صل على النبي صل على النبي انت مرت على سلام ترى خوي وعلى الباب ترى خوي انت مرت على دخل فيها محمد ما قلت له مرتين دخل فيها محمد ما قلت له خلاص كل ما اجي اتكلم يجي بيني وبين يرجع يرجع حول اخوان يرجع ادري حول ما يرجع ترى خوي ترى خوي كل ما يخلوه ورقه خلاص ابي على دخولي كل ما يجي نقاش بيني وبين محمد تدخل فيه طيب وين كان صار بينك وبين النقاش انا ومحمد محمد خلاص وما يسولع عيني صوت الصوت الخفيف صوت الصوت الخفيف ايش قال محمد ما هو دخل في الموضوع وش قال ساكت انا ما اتكلم احنا نضحك اما يشبهني تضحك ولا زعلان فهمني عقب ما طر الجزمه تدخل محمد تضحك ولا زعلان سؤال يوم اسمع قاعد اسمع طيب محمد بن دنعه اتمنى انك تتجه لكوفي شروب نحتاج نتناقش معك محمد بن دعيرم كثره المشادات اللي عليها خلي اللي تحت الهواء ما راح تكلم طراك قبل شويه يوم تقول تبينا نبدا بمحور ايجابي بعدين نبلش بمحور سلبي هو لو تبلش الحلقه كلها محاور ايجابيه وتجيب محور واحد سلبي يرون الحلقه كلها سلبيه عشان كذا انا ابغى الايجابي اخر شيء اقفل به عشان تصير الروح حلوه نهايه الاسبوع ودك صح لا حتى لو تجيب ايجابي اخر واحده الناس ما تسكع على السلبي قالوا هذه عينها اللي ما يشوفها قالوا هذا يا اخي هذا الواقع اللي حصل في البر ليش ايجابي ليش ليش محور ايجابي اصلا هل نحن لازم نجيب ايجابيه؟ اي لازم لا مو لازم ابغاه اكثر لا مو لازم شوف اني ابين عشان مو مسؤوليتي انظر ايجابيه يا رجل هنا بالفقره بالعكس انا ماني جاي هنا بفقره الجمهور التغريده تقول انت مبدع هل انت عبد العزيز سعيد؟ لا لا دقيقه لا دقيقه انت عبد العزيز هل انت ناصر الحربي؟ لا هذه فقرات مخصصه لك ليست لنا يعني هل كاريزما فامعين تتحدث عن والله فقره سواح متسابقين تخيل امدح المتسابق تخيل ما في بمدح انا بمدح بس انت تخيل شوف علي الغام شوف وجه المسكين وجه البريء تخيل امدح ما في اي مدى حتى لو حاولت تقمص ما اقدر ما مستحيل ما تعبير اتضح بس شوف اني اطرح اليوم مثلا في مشكله بس اطرح شيء حلو يعني تعلموا منه يعني شوف يا اخي ترى في شيء يعجب الناس الحين المستقبل يعني لما امدحتوا شخص يعني تكذبون يعني احنا نتالم لا ما نكذب نتالم نكذب ونتالم يعني نتالم ونحن نتحدث عن هذا الشيء عكس يا اخي المفروض انا اشوف انه هل تعلم المدح ايش كان عندنا كانه العلاج لا بد من شربه لكن طعمه مر مر تصرف محمد كيف انا اشوف انت مع المحاور الايجابيه كثر محاور ايجابيه انت شخص سليم ابشرك سليم ها سليم ما احتاج علاج كل نسقاطه والله هو سليم وانت عليه طيب محمد بن دنعه حياك الله محمد الدنعه مايك شغال ايه شغال مايك ارحب يا محمد الله يبقيك يا حياك الله يلا حي محمد نزول في الرتم رجع محمد بطل مشكله وش السالفه محمد والله هي ابد ما في مشكله احنا نمزح كذا تحت البث بس انه فجأة على البث هذا مزح بث نمزح احنا تحت برا البث ففجأة ما ادري ايش صار قالوا الوضع صدق يعني هم كانوا تحت البث المزح هذا يقبلونه على البث غير الجو بالضبط طيب تفضل علي انا ودي اقول كلمه فعلا عشان تفرق ما بين الاستراحه والهواء طبيعي اني انا ممكن اجلس مع سلطان ولا فهد والعب بلوت وفجاه ضربت الورق مثلا في صدره زعلان ليش ما جاني في الحل اللي انا ابغاه صح ولا لا هل الاستراحه جالسين بجلس بحمدان ما احنا جالسين في هواء لكن انت على الهواء انت تحترم نفسك تحترم المشاهد تحترم الشاشه وتحترم خويك ولازم تحترم خويك غير عن كذا ليه لانك قدام شاشه قدام كاميرا حتى هذا الجهاز اللي قدامك احترمه لانه في هواء في مشاهد في ذوق عام يا سلام واللي تابع الجهاز يا سلام عليك انا في البيت شو بسوي بلبس قميص نوم لكن لما بطلع دائره حكوميه ما بروح البس قميص نوم صح ولا لا لانه في ذوق عام هذه الاشياء لازم توضح للشباب مو بلي والله احنا نمزح مع بعض امزح وفقع عينه بالقلم لا ما تمزح معك كذا ما تمزح مع يعني المشاهد اللي صارت البارح تابعتها اكثر من مره الشباب واضح مكتومين مكتومين فعلا فعلا انا لاحظته والكل جالس ينفجر على الثاني الكل جالس يحاول يلقى فرصه يعني محمد دعير اي محمد دعير مثلا اي محمد دعير مثلا ما له دخل في الاشكاليه بين بي سلطان بس انه يحاول يدخل نفسه لا انت غلطان ما لك دخل
محمد دير انت خليك من الموضوع، المشكله بين بيع السلطان، فهمت الفكره؟ فبعض الشباب تعمدوا البارح انهم يدخلون في الاشكاليه. طيب ممكن يكون يبي يحلها؟ لا، يبغى يصفي حساب، يبغى يصفي حسابات، هم يلقوا الفرصه عشان يصفي حسابات. انا اقول في راي ثاني اللي هو محمد دنعه ما يقدر يدافع عن نفسه. فعلا محمد ما قدر، عشان ما قدر يدافع عن نفسه، فدخل مشعل القحطاني بينه وبين سلمان. لذلك انا اقترح، لا يا ابو دعيل ما اقدر ادافع عن نفسي. دقيقه انا اقترح ان محمد كان قطعت الموضوع من دابره. صل عني صل عني، هي جات مشاده كلاميه وناس يتفاهموا مع بعضهم وعاد عوافي، ولا كل يقدر يرد وكل يقدر يتحاكم. هذا تفاهم اللي حصل. اي نعم اخويا، وتفاهم هذا تفاهم ولا مشكله؟ احنا ما لنا دخل، احنا لنا شغل. ان المشكله انت سببها، فجاه دخل مش على احنا جات المشكله وانت وتصالحنا. طيب حتى ما تسبب المشكله دي. طيب ممكن تسمع، جات زي ما تقول نتفاهم مع بعض اخويا ونتفاهم مع بعض. ممتاز، اسمعني مو اسمعني، هي انت سبب سوء الفهم هذا، ومش على يدافع عنك. لذلك انا احتاج مشعل القحطاني، محتاج محمد دنعه، لانه ما يعرف يدافع عن نفسه. سهل، انا ابغى اناقش مشعل. لا لا، اقدر ادافع عن نفسي. كان دافعت عن نفسك امس، انا ابغى مشعل يعني. اقدر ادافع عن نفسي، وعندي لسان زي ما عندك انت لسان. امس ما قدرت تدافع عن نفسك. لا تكلمنا، تكلمنا بس انه ما وضح الصوت. يمكن دقيقه، كيف ما وضح الصوت؟ تكلمنا وهدينا الشباب، احنا شايفينك في الشاشه. هدينا الشباب، قلنا يا رجال صل على النبي. يا سيدي صل على النبي. صح المشكله. دقيقه، تخيل يا عيال، انت صاحب المشكله وصل على النبي. علي علي ابو دخيل، المثال ناخذ مثال، بالمثال يتضح المقال. تمشكلت انت سلطان. حلو، انت من انت ما انت مشكل مع سلطان. مع سلطان يا سلام، انا مالي شغل. صح، قمت انا دافعت عن سلطان، فجاه سلطان اختفى. اختفى ايه؟ اختفى من المشهد، اختفى من المساحه، اختفى. اي راح يشرب مويه. ايه الان ايش اسمه هذا؟ هروب. احنا ما نحتاج الهارب، احنا نحتاج صاحب اللي دخل بالمشكله، مش على القحطاني. عطوا ريح، تعال يا مشعل، انت ما نحتاج لك، ما تعرف تدافع عن نفسك. لا اعرف ادافع عن نفسك. كان دافعت عن نفسك. لا اعرف ادافع عن نفسي. ليش دخل؟ ترى واضح اللي بينك يا فهد. طيب دقيقه، ليش دخل مش على القحطاني؟ فمش على القحطاني قاعد ينصف بين الشباب. كيف ينصف وهو تمشكل مع سلمان؟ كيف ينصف صوته؟ لا يا اخوي، قاعد ينصف يعطي يتكلم مع الشباب. يا الربع اللي مخطي قول له مخطي وبس، وانت قول له مخطي. طيب بس عندي سؤال، انت قلت فراشات فعلا؟ سب؟ انت قلت فعلا سلمانك تقهوي الضيوف عشان فراشات؟ اي قلتها. قلته، ليش قلته؟ عادي وضع مزح. وسلمان قلبها؟ يمكن هو ما يقبلها عنده في البث، ما وضح انه ظالم. سلمان قلبها جد. يمكن هو ما يقبلها على البث، بس ما وضحها لنا من قبل. دخل مش على القحطاني دافع عنه. لا ما دخل في الاول، ما دخل. يعني انت ما انت مخطي يوم قلت انك تخيل اني اجيك على البث. حلو، شوف الموقف، اقول لك والله انت صبيت لي شاهي علي عشان كنت دافع، عشان الفراشات يقولون الله على الغامدي. انا خويك في الهواء، احنا اخويا. حلو، فجاه يدخل سلطان يقول انت المخطي يا علي. لذلك احنا وش قلنا؟ قلنا احترموا بعض لخواطر بعض واللي من خلفهم من اهالي. هذا ما يعرف انت لا تجي انت. تفضل دعيل. لا انا اسف، طال عمرك هي صارت، صار في ثلاث مكونات، هذا شراره، قدح الشراره، وسلمان احطبه، ومشعل غاز. حلو، انت لبعدت الشراره ما جات مشكله بين سلمان ومشعل، فهذا كحلان طال عمرك قبسها بينهم، سحب عمره، سحب تكتيكي كذا. والله انا اللي شفته، انت ادري يا ابو ناصر، انا اتكلم في الاحداث اللي شفتها قدام عيني. الفيديو ما تبلع عليك شيء، هذا شيء محدد. فتحت الموضوع طال عمرك، موضوع ما له ست دقائق، ترى هذا ما يروح قدام الهواء. انت الواحد يجيك قدام الهواء يقول لك يا غبي ترضى؟ امون عليه امزح معه، ما عندي مشكله قدام الناس كلها تشوفك يقول لك يا غبي عادي. ايه احنا شباب ونمزح مع بعض. انت شراب عادي. انا اقول امد عمري، في احد يقول لك انت شراب عادي؟ لا شوف شوف جاوب شوف، صار على النبي غبي جاوب. انا امزح معك كذا على طول، انت ابدا تقول انا امزح معك. لا هذا ما اعرف، انت اعطيك على حسب جوك. يلا عطنا على حسب جوك. سمطان المقطع اللي عرض مدة يمكن 30 ثانيه في الفقره هنا، ما سمعنا صوت محمد، ما طلع. لا هو شبين سلمان، ايش فيك انت؟ انا ادري انه قبلها، هو شب الفتيل وراح يا اخي علي، هو لسه ساكت. يقول انا كنت اهدي صلي على النبي. لا حرام عليك، انت اللي صدمت. لا تظالم، لا تظلم ظالمه. لا شوف، عم منيب مسك محمد دنعه وخنقه ما يسولف. قصه ولا هو يبغى يسولف ويدافع عن نفسه. طيب حطوني مشعل، شوف محمد، انت ما لك شغل. شوف محمد، انت الله يفتح عليك يا حبيبي، انت مسكين، انت والله مسكين.
في فرق بين المزح. الله يسعد كافات والله ان كنا اولا روح روح نعطيك من ذا الكلام. إيه نعطيك صرت قوي ذا الحين. انا والله ايه انا قوي ادافع عن نفسي ما عمر رجال يدافع عن نفسي. انا ادافع عن نفسي ما عندي مشكله. فلان ترك كل اللي يضحك عليك ما عندي مشكله. اتكل على الله سبحانه وتعالى وذهب وانا واحد دافع واعرف اتكلم والله لكن اما تقول ان انا مسكين ما اعرف اتكلم. لا والله اني اعرف اتكلم اعرف ادافع عن عمري. شفناك امس اعرف ادافع عن عمري لكن اسمع صل عني قول له والله مش على بس كمس. وضح ان الحقيقه وضح الحقيقه بس ومش انت هربت يا مسكين امس وضح مش على وضح الحقيقه اي وضح الحقيقه كم وضحت انت ليش لازم معك محامي أيوة. يدافع عنك ايش ليش لازم محامي يدافع عنك ليه ما وضحت مشكله يا حبيب ما سالفه محامي طيب انت جا وضح الحقيقه ومش دبر محمد انت بينك مشكله وبين سلمان صارت المشكله ليش لازم وجود محامي فيما بينكم جاوب بس يا اخي في واحد فاهم عاقل يا رجال تراكم غلطانين يعني إيه بس انهم زعلوا على هذا هو مش فاهم العاقل لا لا شوف هو يحاول يطلع بس مو هو عارف لا يعني انت تقول في واحد فاهم عارف طيب انت ما انت عارف ولا انت فاهم انا يمكن انا اخطيت ووضح لنا والرجال تراكم انتم مخطئين يعني ما يصلح ذا الكلام لا وهن انا رضيت اني انا مخطئ انت تعمد الخطا الشيء الثاني الشيء الثاني دقيقه محمد انت تعمد الخطا صح سم تتعمد الخطا يعني اي واحد قال ميدك اندل عادي يا محمد قلت لك كذا مره فرق بين مجلس ابو حمدان اللي تحت الشاشه وبين الهواء والشاشه واحترام الشاشه وجديات الاعلام شوف اذا بيجيني تحت البث ونمزح كذا مزح ولا جاء على البث يا اخي انا امزح انا واي يا اخي امزح مع اي احد من زملائي تحت البث لسنوات بس مع الهواء مع احترمني معليش خط احمر يا حبيبي انا قدامي ناس تابعوني اذا ما احترمت الان متى تحترمني اذا لا احترمت الا في الشاشه ولا في الاستراحه ولا في المجلس ولا في السياره متى تحترمني يا جل يا اخي بعد اضف عليها اذا مت يعني تقول الله يرحمه أيوة. لا يرحمه اضف عليها يا علي اضف عليها اخطا كل ابن ادم خطا اخطا محمد بن عام مسكين اخطا يا اخي طيب انا ودي انه قام برر عن نفسه ما معين. اسمع انا ودي انه قام برر عن نفسه ما يحتاج انك تمشي على القحطاني يدخل جراندايزر حلو ويقعد يدافع عنه اعطوني مشعل بس سبايدر مان يذهب الى حمايه المساكين ورب العفاء بس يا اخي مشعل جاء هو زي ما تقول مقطع حق مشعل علم من الخطأ وزعلوا عليه مشى هل أنت ما وضحت المزحة أو أخطيت في المزحة ولا ما عرفت تشرحها إيش اللي حصل بالضبط توظيفك في الكلمة اللي قلتها هل هي تشوف أنها خطأ ولا أخطيت ما شبهت يعني مثلا تيشيرت بحاجة ثانية أو أنك حسيت أنك جبت العيد وخليت مشعل يدخل عشان يحلها وش اللي صار كلنا أخطأ من الثاني وهو تصغير طيب عطونا مشعل قحطاني ايوه شكرا لك يا استاذ سلطان جيب لنا الواحد اللي يعرف يتكلم اللي دافع هذا ما يعرف شوف في النهايه مثل ما هذا لازم يجي مع واحد مثل ما ذكر علي يعني بعض الاحيان ما تحت البث غير ما على البث سواء بمزحه او شيء واحيانا بعد تحمل خوي نسمع على الشاشه تحمل وروح جوا واضح من مداخلته هذا انه هو مش فاهم ان الكلام اللي يدور تحت البث مثل ميانتك وياه وضحكك وياه مش نفس اللي يطلع بس محمد انا لو تكلمت عليك هو مش فاهم سؤال لو اخطيت عليك الحين اخطيت اخويك تمشيها وتجي تحت البث تقول لي سلطان لا ما يصلح هل بتهاوش معي امام البث هشكل اي ولا بقول له يا ولد وقف المزحه هذه بقول لك لا لو سمحت احترم نفسك اي ليه غلطان بالمقام الاول بس ليه لازم نتهاوش ليه لازم نتهاوش ليه لازم هو مش فاهم ايضا محمد قال كلمه حلوه الولد مش فاهم ان الخطا تحت البث خطأ تحت البث نفس الخطأ لا فاهم بس ما لا في يقول لا طيب عادي تخيل مشعل موجود قبل يدخل مشعل سلمان ملهي حلو هو صار خطأ أنا تخيل بيني وبينك نقاش خلف البث إحنا نقاش ما حد يدري إلا إحنا والله سبحانه وتعالى صحيح وأنت مشكلة أنك مشكلة مختلفة على الهواء حلو سلمان ملهي سوى جاب اللي تحت البث هل الكلمة اللي قالها محمد كانت تحت البث؟ إيه الفراشات على لا خط تحت البث خط ما كانت يعني لو كل شخص كان تحت البث تحت البث وباع على عشان كذا قلت تصفيه حسابات عشان كذا في كتمان علشاني على الكتمان وكذا عشان كذا اقول كلمه مهمه لو كل متسابق جاب الكلام اللي تحت البث تهاوشوا كلكم صح فلا تجيني بشيء تحت البث وتجيبه قدام وتطلع اخوي لا يقول انا صبرت وانا لازم اشرح مثال علي الغامدي انت في مجلس لا ما اعرف اذا معي واحد انت في مجلس رسمي انت ما تكلم مثلا انت ورفيقك مثلا في استراحه وقال لك كلمه عادي تمون عليه ورقه يا غبي يلعب الورقه الفلاني ايوه عادي مجلس رسمي يلتفت عليك يقول لك يا غبي ورجلي طالعك في زواجك ما يصلح في زواج يقول لك كذا في عرس مثلا في زواج بخنقه في زاويه هذه مشكله طيب مشعل قحطاني حياك الله يا مشعل الله يحييك سلام عليك وعليكم السلام عطوني بس لقطة مشعل
كيف انت وطيب؟ الله 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 مشعل صلوا على النبي. انا كنت والله في الكرنفال ايه وابشركم خذيت المركز الاول ما شاء الله الحمد لله هذا فضل الله من الله ثم الجمهور والكنترول والشباب. طيب اما الثانيه تفضل مشعل وش اللي صار بالضبط البارح وش سبب دخول مشعل في المشكله؟ الاول من الاولات مساكم الله بالخير خير وعافيه صبحكم الله بالخير هلا. واما الثانيه والله اللي حصل نقاش وانا والله ذكرته تكلمت وقلت يا الربع يوم يفرعنا علي العساف قلت يا الربع اللي يحدث الان نقاش بيني وبين سلمان وسلمان ما عدا والله الاخو حل وانا والله قلتها في لحظتها لكن لعل الشيطان لعلها نغزنا شوي محمسنا على ما قال ولا داخل والله في البدايه داخل نبغى نهدي الشباب نبغى نهدي الرتم شوي لكنها جت على ما هل التهدئه تاخذ كذا من الطرفين كيف التهدئه تدخل هوشه واذا زادت تزيد ولا لا؟ المصلح دايم المصلح دايم يتحمل. انا لو اجي اصلح مشكله بين علي وفهد لو يقول لي علي انقلع مالك دخل اقول على خشمي ليه؟ لاني ابغى اصلح عندي هدف صح ولا لا؟ صدقت الواحد اللي اذا دخل في جاهيه شوفه يمكن احيانا يقول لك ابرك للحق ولا ابرك المو يا شيخ اللي تبيه مني حاضر به صح ولا لا؟ صدقت. طيب ليه انشديتوا كلكم؟ انا والله ما شديت الا يعني على ما قال لا صار في موقف قديم لا يذكر مهما كان الموقف القديم اللي قاله سلمان تحت البيت يطمس في موضوع صار في موضوع صار اللي هو فراشات في موضوع حصل وانا كلمت سلمان وقتها اللي هو فراشات قصدك كيف اللي هو فراشات موضوع طيب سواء انت قلت كلمه ترى يا مشعل انت قلت تصافيت وتحت البث عليه صح الله فوق البث وتحت البث تصافينا عليه هو دقيقه خليك معي حبه حبه الموقف طلع على البث اللي شو اللي صار اللي انت ما تبغى تقول اسمه الفراشات طلع على البث والله اني ناسي صدق والله طيب اوكي خلينا نسوي سكيب عليها هل هم تصافوا تحت البث هي تصافينا تحت البث لا مشعل عفوا سلمان ومحمد تصافوا ايه تصافوا وخلصوا الموضوع قد هم انتي طيب وتصافوا على البث تقول وتصافوا على البث اذا نرجع المحور الاساسي ان شاء الله اذا ما ذاكرتي ما هو صحيح كلام غير صحيح انا اعطيك انا ازيد دقيقه انا بعطيك انا بعطيك القصه الحقيقيه اللي انت ما تقدر تقولها حلوين ايش انا بعطيك القصه الحقيقيه اللي سمعتها منكم من سلمان تفضل ممتاز القصه الحقيقيه ان مشعل وسلمان ملهي مشعل ومحمد دنعه كانوا ياكلون وجالسين حلو ايوه ومر سلمان ملهي قال محمد دنعه يا سلمان انت تقهوي الضيف واحنا كلنا نعرف مين كان الضيف انت تقهوي الضيف عشان الفراشات حلو قمت انت تضحك قال سلمان استح على وجهك ودخل الغرف حلوين جاء المره الثانيه اللي هو مشكله البارح قال سلمان يا قال مش قال دنعا يا سلمان انت لون تيشيرتك زي لون الحاجه ذيك صح ولا لا زي لون ايش زي لون النعال اكرمك الله طيب صح ولا لا ما اذكر ترى وقتها دقيقه لا انت تذكر دقيقه لا تركع ما أيوة. ما أذكر. قمت انت يا حبيبنا قلت زعل سلمان قلت انت يا سلمان ايش فيك تشدها معنا لو ان علي عساف ما شديته ها انت خوشت الموضوع يا فهد يعني فداك يا قول الموضوع يلا انت خوشت الموضوع دخلت سالفه ثم دخلت سالفه طيب قول الموضوع طيب صل على النبي السالفه الاولى خلصنا منها صح ولا لا لا لانها تتابعه هلا لا صل على النبي الموضوع تتابع. الاول قد خلصنا منه اصلا اساسا الموضوع قد تقفل عندي سؤال عظيم يعني صل على النبي انا عندي سؤال عظيم سؤال الأصل عظيم ايوه سؤال عظيم موضوع عظيم سؤال عظيم جدا الأصل بس يلا اي الأصل يا مشعل انك انت تصلح ما تدافع عن احد ضد احد صح نعم حلو يعني علي الغامدي اذا تمشكلت انا محمد لكن اذا الموضوع انقلب عليك اهدى اذا الموضوع انقلب علي لا والله البارح ما انقلب عليك مالك شغل في حال اي موضوع انكار لا مالك شغل تدري ليش انا ومحمد دعنا تمشكلنا انت يعني كصاحبنا طرف ثالث ايش وظيفتك هدي اثنين شكرا ما تدافع عن واحد ضد واحد يا سلام حلو هو يوم زعل سلمان على محمد دنعه قام مش علي دافع عن محمد دنعه يقول ليش تشدها لو ان علي عساف ما ادري مين قال ما شديتها طيب انت المفروض تهدي ما تروح تقول ليش تشدها لا ولا عشان ما خلاكم تطقطقون عليه ولا عشان احمد حنيف قال لك يلا عطنا اي شيء منه ما يمكن طيب انت لا تقيسها كذا انت نظرتك غريبه انت الناس كلها تناظر وانت تناظر لحالك انت في جال والناس في جال طيب ايش هذه طيب. نقطه انت ايش دخلت النقطه الثانيه صل على النبي يا مشعل مشعل انت ايش دخلت في السالفه طيب فهد جاوبني خير وخلنا نتكلم طيب ابشر انت ايش دخلت في السالفه تفضل طيب صل على النبي اللهم صل اللي حصل ان كانك بترجع للمقطع وتشوفه وتناظر فيه وتفهم الفكره انا والله ما دخلت لا مع فلان ولا مع فلان
وذكرت والله وقتها خليني اتكلم جعلني فداكم جعلني فداكم واحد ورا الثاني خليني اتكلم خذني بحلمك يوم دخلت يا رجال مشعل خل هذا حديثك كامل تقول دخلت صلح صح ولا لا صوتك اعلى من صوت اي احد في اللوكيشن كامل وين الصلح في الموضوع يا اخي اصلح يا اخي تنازل على الرقبه ما تفهم انت ما تفهم يا اخي تنازل رجال انسج غبي مو طبيعي يا استاذ مشعل انت داخل في صلح يا اخي عيدوا المقطع اذا ما شاف عيدوا المقطع عادي احنا شنو شفنا احنا نتابع تقدر تعيد المقطع عيد المقطع شوف احمد لا احنا نبغى الصياح لك يلا يلا نشوف بس بنشوف المقطع قال تراضينا وخلصنا هو يقول ما انا ما انا ما شفته علي علي محمد بنعيد المقطع بنرجع عيد عيد اعطونا المقطع هو اول اول محمد قال على لبسه يا مشعل هذه السالفه والله والله انا منضبط من الحركه المبدا 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 والله العظيم ثم والله العظيم يلي يحط عمره يشبع عمره بالجزمه يرضى على نفسه يا ولد خلاص قول يا يا محمد اخطيت والشيء الثاني قول يا محمد سالفه الفراشات ما انا صار مع الرجال لا 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 لو انك عند اخوك سالفه الفراشات هناك يوم يقول انت قايم جايب المال ورجع اساس الموضوع طيب تجي انت وتجي مع محمد انا اقول انا ما انت عن سبادها ما انت عن سبادها لا لا ترى خوي لا لا صل صل عني صل عني انت مرت على سلام خوي وعلى الب ترى خوي انت طمرت على دخل فيها محمد ما قلت له مرتين دخل فيها محمد ما قلت له خلاص كل ما اجي اتكلم يجي بيني وبين الرجال يرجع على اخواني يرجع ادري احنا بين الرجال يا اخوي يا اخوي خلوه ورد خلاص ابي على دخولي كل ما يجي نقاش بيني وبين محمد تدخل فيه طيب وين كان صار بينكم النقاش انا ومحمد خلاص مشعل وما يسوى الا عيني شوف الصوت الخفيف شوف الصوت الخفيف ايش قال محمد ما هو دخل في الموضوع وش قال ساكت انا ما اتكلم احنا نضحك اما يشبهني تضحك ولا زعلان فهمني عقب ما طر الجزمه تدخل محمد تضحك ولا زعلان سؤال يوم الحين اسمع قاعد اسمع طيب هذا المقطع علي تفضل تضحك ولا زعلان انا تنازل اتفاهم معك لا تنازل اتفاهم معك طالبه طالبه ما طبيعي ما هي كذا جاني فداك اي دنع ورا فهمت اي وده كذا عاس علي الناحيه اللي انت وده يشجع ورا فهمت وده يشجع بس لا لا ما كان كذا فهد والله كذا شوف لا لا دنع ما فيك تنازل ولا تفهم لا لا ما قال لك شيء ما قال لك شيء بعدين راح ورد احسه لا مشعل 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 طيب صلوا على النبي بنسمع مشعل برجع لك صلوا على النبي انسى وما تخلوا الواحد يتكلم لا لا تفضل الحين صلوا على النبي تفضل صلوا على النبي واذكروا الله اللهم صل على محمد يعني كلامي كله اللي قلته صدق يوم اني اقول يا رجال ذا الرجال خوي ذا الرجال خوي وانا رافع صوتي في تداخل اصوات يا رجال في تداخل اصوات يعني ذا الحين لو ما تداخلون نط فادم عيان ويصايح لاني ايش ابغى اخذ فرصتي انا في الحديث اما سالفه اني اربع صوتي لاني زعلان فلا والله ما حصلت هذه نقطه حلوين اما النقطه الثانيه يوم اقول يا رجال ذا اخوي وذا اخوي وانا ما دخلت الا داخل الخير لكن لعل الموضوع انقلب ضدي فلعلي تحمست شوي وانفعلت نوعا ما اما سالفه اني مع فلان ولا مع فلان لا والله انا ما حصلت طيب وسلامتكم زعل كوش فيه ليه انت زعلت عشان جاب شيء من تحت البث حطه على البث يصير صل عني كمجمل موضوع او كمبدا سالفه انه موضوع تقفل لا عاد يفتح طيب ودك فوق البث لا لا دقيقه محمد ابو سعد تفضل لو سمحت روح ورضى الله علي الغامدي ترى بروح وانا بجي مشعل تعال ارجوك لا تسوي نفسك سمكه ارجوك لا اسوي نفسي ايش سمكه زين قبل شوي ما تذكر ولا شيء من التفاصيل اللي قلتها اليوم نسألك وش علاقة السمكة في الموضوع؟ السمكة ذاكرتها أقل من ذاكرة الذبابة أنت أبخس أسلم أدري والله أسلم أدري قاعد تعامل واجب أسلم حبيبي قبل شوي يوم قبل اللقطة هذه كنت تتكلم ويا سلمان ملهي تقول ترى حنا تراضينا ولف عليك أنت وكان في واحد بينكم يدور الزلة على الثاني وأنت حطيت حلقك في حلق سلمان ملهي صح؟ في السالفة الأولى لا لا في السالفه هذه في الحادثه هذه في السالفه الاولى خلصت المفروض وقلت له احنا تراضينا حلو بعدين انفعلت زياده حبتين لو ان شخص غير محمد الدنعه او احمد حنيف وقع في هالمشكله لا والله لا عد الحق ما ودك ذلك. كان لا والله ولا علالك هذا هذا اللي يقولك طال عمرك تحزب التحيز تحيز التحزب تحيز التحزب ايش شلون تحزب التحيز تحيز التحزب هذه الحين طال عمرك لو ان شخص غير محمد الدنعه والله انك بتسكت وتضحك
لا تعرف دين بالله وانت ما تدري. طيب يا اخي هذه نقطة. وقف موضوع الحلف يا رجال. دقيقة. موضوع الحلف لا تعرف دين بالله وانت ما تدري. تمام. لا تعرف يا محمد ارجعني في ذلك. بالنسبة للكذب فانت قد كذبت عندنا هنا مرتين بأديان إن لله وإنا إليه راجعون. ما كذبت. فخلينا نفتح هذا الملف. حلو. انت اللي كذبت يا فهد. اسمع اسمع. وانت تدري بالموضوع. خليني أكمل لك حبيبي. يلا. الأمر الثاني حبيبنا الله يسعدك. ماني بكذاب. يا ممكن تهدأ. الامر الثاني يا حبيبنا الله يسعد كذا كان في صدرك شيء على سلمان الملهي المفروض حليته تحت الهواء. لا جعلني والله افدا واني اقولها في وجهه طيب اسمع اسمع لا 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 تقول جعلني والله افدا لا وانا صادق وانا والله اني صادق كان خليت الحميه والفزعلي البارح وغديت مثل الناس اصرحت بين اخوياك لو انك صادق هذا الامر الثاني الامر الثالث مشكله بين اثنين لا تتدخل يا اخي لا لسبب اما طاح وجهك ولا لحقتك حيد الفراعه ليش تخليهم يتناقضون؟ إذا ضربوا اثنين يتحذفون خليهم يتناقضون؟ في واحد منهم بيحذفك بيسبب لك لواء ما تخطي تبغاهم يتناقضون يا فهد أنت الحين تبغاهم يتناقضون؟ أنت الآن تصلح صلى على النبي أنت تقول لا تدخل صلى على النبي فهد أنت تقول لا تدخل تبغاهم يتناقضون؟ أنا ما أنت جمعت متسابقين عشان يتناقضون ولا أنا ما جمعتهم يتناقضون أنا جمعتهم يتحملون بعض جمعتهم أسرار تحت البث في مواقف زي الفراشة المفروض ما تذكر يا أخ سلمان مفروض ما تذكر ما طلعت على الهواء على كلام الشباب على كلام الجميع ما طلعت على البث مفروض ما تذكر مفروض مثل المواقف كلها تتسكر مفروض تتحملون بعض مفروض في اقل شيء واحد يقدر يتحمل خويه واذا سويت مشكله ادخل يا يا حبيب لو دخلت في مشكله يقول لي لا تدخل كيف ما انت دخلت مشكلة كيف قمت انت لو شفت كلامك في اخر الفيديو عرفت انه ما في اي مدخل خير في الموضوع كلكم يطلعون على بعض يطلعون المصلح يعني يعني انت يا رجال انتم ما ادري والله ما ادري مشعل مشعل الله يرضى عليك مشعل انت داخل مصلح بينك وبين سلمان على العساف يوخرك كنك بتطق علم على العساف ايش قلت له طيب قلت يا رجال احنا نتناقش قلت يا رجال مو نقاش قلت له انا لا 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 اصلح اصلح اضرب كان شوف مشعل كان عنده مهاره اعلاميه في مهاره دائم في الحديث اذا كنت انا ابغى اسحب الكلام منك ارفع الصوت عن طبقه صوتك ممكن كذا مشعل لا والله ما ناخذ الناس بالصوت والله ما يفاجئ ايوه شفت كيف ولو تلاحظ انا اتكلم ترى تكلم هو دقيقة ونص ولا قطعناه يوم جينا نتكلم لا دقيقة دقيقة لا نظام تشويش مع تسمع مع تسمع عشان ينهي أعرفها زين في كذا حركات لا 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 بطلع أبغى أسوي كذا كذا يا أبغى قفلكم بالشروم إحنا نتكلم على راحة مشعل إحنا نتحدث معك بواقع حقيقية محمد أخطأ على سلمان سلمان أخطأ على خلي متصابون مع بعض تصافوا يا شباب سلمان أخطأ نعم بنجي على سلمان سلمان ليش جيب موقف باقي البث؟ سلمان باقي ملف إيه؟ سلمان موضوع ثاني ليش جيب موضوع ثاني تحت البث ما له دخل ما طلع على الشاشة متصافي مع أخوياك تصافي تحت البث لكن مشعل لما تظهر بظهر أنك أنت مدافع عن محمد لا تقولي أنا كنت مصلح خير مصلح خير ما جاء محمد دنعي يسوي كذا وراك تاكي يختبر الله العظيم الله ولا كأن له دخل في المشكلة كاملة باع باع محمد دنعي قال الله ربنا وربه لا 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 يمكن محمد نزل الله ربنا الله ربنا كل ربنا الله لا لا دايم لا 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 اتكلم عن الموقف يوم يقول لي ناظر شخص غير محمد الدنعة ما نبيع يا فهد فهد ايش 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 ما نبيع بعض العرب ما عاد دافعت عنه ذا الحين ولا ايش صال على النبي هو يكلمني بس ولا تدافع عنه ضد سلمان بس هديلي هديلي عمرك شوي ليش تبلع لسانك طيب هديلي نفسك شوي هديلي نفسك شوي تلقى فرصه ما عليك اصبر تلقى فرصه اوكي اسمعني الله ربنا وربه كلنا الله ربنا الله كيف طيب طيب صلى هو يقول ذلحين يتكلم يوم انه واقف وراي ويناظر قلت ذلحين انا معلم انه ذلحين على موقفي الان في هذه الحاله على موقفي الان الرجال تدري ايش عزتي ايش عزتي ايش هو شوف الان وراقد والله انقهر 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 ترى شوف وراقد والله لا عزتي اللي بعاني من المشكله دلعين محمد دلع يتمشكل معي واحد ما حد بيمزح له لان وظيفته يتمشكل من الغرفه لا 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 شباب شوف يمكن محمد كان ما يبغى يعني بينكم مدير حوار سلطان الهميلي ولا قدرت تمسكهم يا سلطان تقاطع الاصوات قاعد يصير انا ما نمسك بعد يعني قاعد يصير شوف شوف يا مشعل الحين قاعد اتكلم لا 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 مشعل مشعل دقيقه علي قاعد ابين نقطه احنا ما نمسك بعض مشعل مشعل احنا ما نمسك بعض هنا متى ما بغيت اتكلم علي اعطيه متى ما له المساحه كافيه انا اقدر اتفاهم ويقدرون يتفاهمون يعني تقدر تعطي مساحه لكن احنا ما هو بالمسك يعني اذا غيرنا بالمسك انت انسان محاور انت محايد صح بس احنا نقاطع بعض في نقاش وليس قاطع زميلي في لوكيشن ثاني وحاول ازعج زميلي في لوكيشن ثاني احنا في صلح لا 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 في الهنجر ايه نقدر ما احنا ما نسوي كذا طيب احنا موضوع واحد محمد عيل اعطى رايي انا اعطيت رايي اي كان تقاطع صوت طبيعي انه في نقاش موضوع معين محمد عيل ما قاطع لوكيشن ثاني عندك شيء مع مشهد انا والله ما عندي هذه مشكله تحيز التحزبات اللي قديك هذه تطلع بالنتيجه هذه طيب الواحد بيدافع عن شخص رفيقه الخاص حتى لو مع شخص ثاني ما راح يدافع مشعل لبيه دائما في الصلح وانت اعرف ان شاء الله ان المصلح دائم يتحمل كل شيء خلاص انا دخلت الاصلاح احنا نقول اصلحوا يا ناس لا تجيبون حتى كلام تحت البث
تجي ترميها على خويك على البث ما هي بزينة. أصلحه بس لا دخل تصلح تحمل، خل صدرك أوسع من الدهنة عشان تنتهي المشكلة. والله أني أوسع صدر نحمد الله ونشكر. الله يعطيك العافية مشعل. ما شلت في خاطري مثقال ذرة. شكرا لك مشعل. فيه طيب لا بس أبطل على طاري المشكلة. عندي لا عندي في تعليقات في مقطع نادر عجمي توجه كوفي شوب. أيوة نبغى تعليقات كثير على المقطع ذا برضو. اللي هي برضو حديث تحت الشاشة ليش طلع الشاشة؟ ممتاز. حديث تحت الشاشة ليش يطلع الشاشة؟ ملابس حديث تحت الشاشة ليش يطلع؟ وش نسميه هذا؟ هذا أول شيء أنا أسميه خيانة واستعطاف. والله خيانة. لا لا واستعطاف فعلاً استعطاف. لأنه أنت تحاول تستعطف في مسألة ما هي موجودة. طيب ممكن أنت جالس تتبلى الشخص. لأني ممكن أنا أكون أخبث منك وأبيعك على الهواء. متى قلت لك كذا؟ متى؟ طلع لي الفيديو أجحدك على الهواء. صح ولا لا؟ صح. أقدر أكون أضغطك تحت الهواء وأجي على الهواء. أسوي نفسي مسكين صح ولا لا؟ متسابقين كثير كانوا يسوون متسابقين كثير كثير. والمشكلة مبدأ الاستعطاف لا يعلمون جيدا أنه بس مجرد انتهاء البرنامج بشهرين الجمهور مستعطف بيغير من فريق دعم عيان فريق دعم سندس خلاص برنامج اللي بعده انت الموضوع. لأنه جمهور مستعطف ينتقل مع مستعطفين. متأكد من شيء؟ لو كل شيء تحت البث طلع على البث كلهم خسرانين. لا بعدين في او غالبيه. لا دقيقه والله في حاجة. في حاجات انا سولف في عادي في شيء خاص بيني وبين فهد. ايش الفكره؟ ايش الفكره يا سلمان الملهي؟ انك ما ناقشت مشعل ودنعة عن كلمه فراشات في وقتها، خليته لين طلعته على الهواء وقلتها وطرشت بها قلتها. ايش الحكمه؟ لا وحاجه ثانيه ابغى افهم ايش الغايه. والحكمه الثانيه ليش دامك ما تتحمل الضغط في الذبات اذا انضغط عليك في الذبات انفجرت وبعت الناس. ايوه معليش انتم نزلتوا في الذبات لين وصلتوا الشرابه كرمكم الله سامع المايكه ثم وصلتوا يوم وصل الجزمه يعني الشراب وين بيكون في الاذن مثلا الشراب حيكون في الرجل. هو اخو ولد عم الجزمه الله يكرمكم فهمتوا يعني هي نفس بعض هي اخذي يعني انت بس تستغبي على هذه ترى في متسابق اول ايام كان يلبس شراب في يده يمكن لا عندك هو يده هذا يلعب بلياردو. لا والله صدق بلياردو معنا في الكوميديا كان شراب قطاوه جايبنا صادق. إيه والله في حاجة شراب آدم علي عساف. أيوه الأستاذ علي عساف بعد المشكلة لابد 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 يسوي لابد. أنا ما أدري ليش جاي نص صح ما عليك أنا رفع ضغطي أمس أبغى ليش الشاشة كذا علي بس أنا أعتقد الشاشات عندنا فيها مشكلة فيها. لا أقولك شيء علي الشاشة هذه غير الشاشة اللي على التلفزيون يا سلام فإحنا ننضغط بالشاشة هذه ترى لا تطالع فيها. طيب علي عساف كان عنده مشكلة لابد يضع يعني بصمته في الموضوع سوى انتهت المشكلة. جلس محمد مفرح وسلمان ملهي زعلاني. لازم محمد مفرح يزعل عشان سلمان ملهي يزعل ثنائي نفس التردد. إيه نفس نفس الريموت كلهم يمعالج واحد حلو. يا اخي ريع الحين نقول محمود علي عساف. جاء علي عساف عند سلمان ملهي راضي ايش قال له؟ قال تبغى اروح اتوطى في بطن محمد دنعه صعدها تصعيد غير مبرر غير مبرر مشاكل واجد. قال اسمع والله لا يضيق بالك والله لو تبي اروح اتوطى في بطن محمد دنعه اروح اتوطى في بطن. بعدين انت رجال أنت ما شفت حركة الخبيث في الصباح؟ يقوله إيه هذا مصيبة. سلم أبى أشوف مقطع. تفضل المشكلة هذه جابت لنا مقاطع. أعطونا مقطع هذا كله علي عساف يهدد محمد دلع. انتهى محمد دلع. كان عندنا سعود الحوشان ضحية واحدة صار عندنا اثنين محمد دلع. أعطونا المقطع أعطونا المقطع. واحد يسكت يعني يا رجال والله العظيم ثم الله العظيم وقسما بالله يا اغلب العقليات اللي هنا هم بزلاء والله وقسما بالله ثم قسما بالله ثم قسما بالله انها خساره يجلسون 27 ليله هنا وكل يوم يعني 27 ليله وانتم ترقدون في غرفتكم حان وقته والاستديو حان وقته الاستديو حان وقته. هذا ميزة نادر العجمي صديقنا ترى. عطوني نادر العجمي بطل. كم عددنا نقاط؟ خمسة صح؟ هو سادس. عطوني نادر العجمي نعرف نضيف على الزميل جدي على الغادي ناقد بس موجود. حياك الله صديقي نادر. نادر يا مرحبا مشخص اليوم حياك الله معك صديقك على الغامض الجديد. حياك الله شلونك يا نادر صباح الخير؟ طول عمرك منورنا ان شاء الله. زعلان من متسابقين يا زميلنا؟ لا والله ما بين بس عجبني والله حلفك امس والله لحظه غضب الصدق. طيب اشرح لي شعورك يا استاذ نادر ما انك في قلب الحادثه. شوف اخوي علي الله يمسيك بالخير ومسي على اخواني اللي معك حاضرين. حبيبي مرحبا. وثاني شيء والله ما كان ودي ان هوشتهم اللي امس لا هم ولا غيرهم تطلع على البث. طيب هذا المقصد بس ولا هم والله العظيم انهم اخوان كلهم ودي انها تحت البث. طيب سؤال انت قلت
انتم لكم 27 يوم ما لكم حق في هالشيء. معنى كلامك انه لك 27 يوم مفترض انك تقدر خويك، صح ولا لا؟ حرام يجلسون 27 يوم، حرام يجلسون 27 يوم يعني كثير عليهم، يعني المفروض قد طلعوا برا. انت تبي تطلع؟ والله انا صراحه لك حقي انك تصور، لا وجهه نظر، والله لك وجهه نظر ولك باع طويل دامك كذا، يعني صراحه نبدا تصفيات من جديد مره ثانيه. لا لا مو قصدي يا استاذ علي. شلون مقصدي؟ يعني لكم 27 يوم للحين ما صفت قلوبكم على بعض، متى عاد بتصفى؟ هذا ليش نادر؟ طيب ليش نادر ما يصفي القلوب؟ يا رجال انت مشغول وياه الحين. قول له اسبوع جبتوه اللي كان يقول انا حزب الحالي، الحزب الحالي اصدقاء ما يحبونه. طب عندي فكره، ليش حتى انا صديق؟ طيب سؤال، ليش ما ينزل الراتب يتوظف معنا بس بدون ما يدرون متسابقين؟ هو لا هم يدرون متسابقين. يدروا. اقول لك شيء علي، هذا هو نفس اللي لبس الشرابات في يده هو. محمد نور حتى والله ما ابو وحكتني ويا ابو. ليه انت؟ يا هلا ابو سعود. هلا وغلا. منو البجران اللي تصنفهم؟ ما فيهم بجران، كلهم ان شاء الله الحوادث الغانمه، ولا فيهم خير ولا اي حزب. اي حزب؟ اي حزب؟ حزب ايش؟ اي حزب تقول انت؟ الحزب الخامس في اربع حزاب فوقك، اي حزب اللي تهاوشوا؟ ما فوق الا الله سبحانه ان شاء الله. هيدا العين. حلو. الاحزاب زين، 1 2 3 4، 1 و3 ولا 2 و4؟ ما في لا احزاب ولا في شيء، قلوب صافيه وعلى بعضهم ان شاء الله. غيرت كلامك ذاك اليوم ابو سعود. تناقض ترى كذا تصير، كل شيء بيتغير. ما في طلعت، ما في ذا الدنيا شيء ثابت يا ابو سعود. غيرت الحين؟ غيرت. ما في، ما به لا احزاب ولا محزوب اخوان وقلوبهم على بعض. انا بهديك انا الابيض اذا غير يتلون، غير الاهداء الان. سم كنت بهديك انا الابيض اذا غير يتلون، بقول لك انت الابيض اذا غيرك تلون. أنا أقول إن شاء الله إن كلهم فيهم الخير والبركة، ما فيهم مكسور. كفو. أشك في تغييره هذا، أتوقع إنهم ضغطوا عليك. لا ما حد يضغط علي مرة. ليه؟ وصراحة مستوى الصراحة اللي في الصراحة عندك ذاك اليوم كان حتى إلى المشكلة كانت صراحة. عجيب جدا. ذاك اليوم أنت عارف يا أبو سالم إحنا نجيبه من باب ضحك ومزوح، هذا المقصد. وين باب ضحك وصنفت أنت؟ صار في بكوس في الغرفة. هذا ضحك ومزوح والربع ضالة كل أبوهم يد واحدة وقلوب صافية. يا نادر عجمي. سم اذا انت تحت التهديد سو كذا، اغمز سو كذا. ترى ما يشوفون ما يشوفوا شيء. ها لا ما انا بسلم لحيتي لحد يا ابو عيا. يا اخي دقيقه، احنا والله انك ممتاز وانت صديقنا، حتى لو قلبت علينا عادي، عرفت انت حملك عادي راضي. انت 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 عنده مشكلتين. الاسبوع الماضي جبناه عرفت ناقد معنا ونقد، والله في احزاب وانا حزب الحالي وانا مدري ايش. حلو. امس جاء بكل عقلانيه ومنطقيه قال هذول والله ما ادري كيف يستحقونهم يكملون 27 يوم في البرنامج. وانا لحظه غضب يا ابو معيان. اصبر. طيب وانا اتفق معك، انا اتفق معك وجهه نظر سليمه. الان السؤال، ليش انت تشوف انهم ما يستحقون ال 27 يوم؟ لا مو مساله ما يستحقون، كلهم يستحقون لل 90 ان شاء الله. طيب انا مقصدي انا اقول ليش لكم 27 يوم من الحين لا جاء واحد بين احد منكم هوشه تهاوشوا برا البث؟ وش رايك انت في الموضوع هذا؟ موضوع عادي وانتهى في وقتها. طيب سؤال سلام الرسول والله. يا نادر، هل في ملاكمه في الغرف؟ ملاكمه؟ ايه لا ان شاء الله ما توصل. هل هناك حلبه WWE في الغرف؟ ما توصل ان شاء الله يا ابو معيا، ما توصل. لا ان شاء الله. بما انك انت حزب لحالك ودي اسالك سؤال. سم انتم كررتوا لحظه غضب يعني دمعه عمري مثل هذه المنشتات العالميه، ليش لحظه الغضب عندكم دائما مستمره ومرتبطه بتصفيه الحسابات على الهواء؟ ليش ما في واحد غضب يوم من الايام وكان حليم على الشاشه؟ ليش ما احنا جالسين نشوف زي كذا؟ ليش لحظه الغضب لما انفجر فيك اطلع الاول والتالي عليك؟ الشيطان حريص يا استاذ علي. الشيطان حريص بس برضه حليم. تعلم الحلم، خلك حليم. ندري الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم، ندري نعرف هذه الأشياء ونعرف، ما زلت أقول نعرف هذه الكلام اللي جالسين تقولونه. السؤال الأعظم، لماذا إلى الآن لم تحدث أي إشكالية ونرى رجل حكيم حليم لم يرد على هذه الإساءة؟ التمس لأخيك المسلم ألف عذر. الله، الشباب يمشون بالمشي. الموضوع منتهي بالأمس يا أخي. أنت ما التمست لحد، أنت ما التمست، أنت على طول شذبتهم راحوا من هنا. ما يستاهلون 27 يوم. لا 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 وهذول وهذول. لا 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 عند النقطة هذه وقف، جعلهم في الجنة. ما شذبت أحد في عرقيبه. طيب شلون 27؟ أنت تقول 27 يوم ما يستاهلون. اسمع أسأل أنبي، يشبحون فيني الرياجيل وهم في الجلسة اللي قدامي. اما حكي قفا ما يبي حكي في القفا. حبيبي هم مجرد بعيدين عنك 10 متر ما راح يسمعونك. لا والله الا اذا معهم جوال حيرجعوا للبث. لا يسمعون. لا ما راح يسمعونك. وسلمان يسمعني. دقيقه، اذا يسمعك معناته السبيكر مفتوح، يعني معناته انك تعرف وين البث، يعني معناته انك متصنع.
هي سيناريو متكرر. كيف كيف؟ أنت تقول هم يسمعوني هم وأنا أقول لك خلنا أكمل كلامي الله يرضى على شيبانك. افهمني، أنت تقول هم يسمعوني هم قدامي، أنا أقول لك إذا بعد 10 متر في برامج واقع ما راح تسمع بعض زي الملعب، إلا إذا أنه السبيكر مفتوح، إلا إذا أنه معناته إذا السبيكر مفتوح معناته تعرفوا البث، معناته أنك متصنع أو معك جوال. لا سواء لا. أنت واحد زملاء العيال واقفين قدامي يسلفون مع علي عساف. طيب عشان كذا تكلمت. نادر لا متصنع ولا جواب ولا غير. لا لا شوف أبغى أقول شيء بس، نادر أنت قلت لهم حرام أجلس معكم صح ولا لا؟ يسمعوني الرجال يسمعون فيك. اي يسمعونك الله. لا ما يسمعون لا نقول يسمعون. دقيقة الحين يسمعونك الحين أنت تعيد نفس الكلام الحين. إيه كيف يعني؟ يعني هل أنت تقول حرام أجلس معكم إلى الحين؟ لا والله. آه شو السبب؟ أنا قلت أمس في لحظة غضب تضايقت ما ودي الحين يسمعون قدام البث. أبو عبد الله أبو عبد الله هاشتاج 27 سم أدوك يسم. أنا مقصدي يا نادر ما ودي أنهم يتهاوشون قدام البث والله ما ولا يطلعون بمنظر نفس المنظر ذا سواء هم ولا غيرهم. أنا أتكلم عليهم كلهم وهذا أنا أقصد. أما إني أتصنع أو أدور البث ولا لا هذه ما هي بلحيتي ولا أخوك. الله يعطيك العافية يا نادر. نادر شكرا لك والله يعطيك العافية والله إني أحب روحك أنا. يا نادر أقسم بالله أنك أنت ضحية بطل. هذه النسخة ومظلوم هذه النسخة. أنت أفضل. أنت لليوم شفتك كتمثيل أفضل من أحمد حنيف والله العظيم. لكن لا تحزن ولا تيأس إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى بنقدم معروض باسم فقرة فلاش باك لسعود العتيبي يسوي للنادر غرفة نوم لوحده. لا أنا أعتقد أن هناك حلبة ملاكمة في غرف النوم تجعل الرجل يغير آرائه يغير تحزباته يغير مبادئه. نادر وافق على العرض هذا في غرف النوم في ثلاثة ممتاز. أي محاولة اعتداء أي محاولة إيش في أنت فين كنت أنت في فيديوهات في فيديوهات في فيديوهات سلم الشباب سلمهم نادر العجمي نادر العجمي كان أحد العناصر الرئيسية في هذه المضاربة يعني بنفسجي ولا بدون بنفسجي هنا عندنا لوك جديد بسفوري أسألك بالله حط عليه اللمبة كذا يعكس حق طيارات كيف نادر نادر تفضل بودعين أسلم عطنا قصيدة نادر شكلك شاعر. لا أبو سالم تشخيصه مش ستايل ماني شاعر حبيبي. بيتين ها بيتين يقول أشهد إن قربك وبعدك يذكرني ببيت قمت أجره وتناسى ولا شيء انجرى ها انضويت الله يحييك يا برق انضويت وانسريت في عز وليك يا برق انسرى يا سلام يا سلام الله يعطيك العافية. أما انك الله يا نادر وفق من يقول طال عمرك والله العظيم إنه يعني من الشخصيات المرحة الجميلة روحها عالية وده ان الجميع يعيشوا بسلام. انا اكتشفت وده ان كل شيء ينتهي. اكتشفت انه يكتب شعر يكتب؟ نادر اي والله والله كان يقول قصص اول برنامج بس ما وقف. المشكله عندي صوره شعريه استاذ محمد الدعير بعطيكها بعد البث يكتب عليها بيت بس سر اسالك بلا ما تقولها صوره وانا اكتب عليها لا 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 ابغى بس تعطيني رايك في الصوره الشعريه هذا بعد البث عطنا هي صوره لا 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 بما انك طرحت لا 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 من فهد معيان وفهد رجل صريح سألتك بالله تقولها زامل العشاء سأل أبشر بالعشاء والحق ما يلحق بس فين يلا عدي فين خلاص متى بكرة متى موعد متى موعد أوكي أنا أعلم وش اسمه فهد فين بس بكرة جمعة بكرة ما في دوم اسمع اسم الفقرة فلاش باك سوولي فلاش باك شو اللي صار هذا الفلاش باك طيب موضوع علي عساف حقة وطب بطرة في مقطع فيه الشر بالمنديل قال انا ماشي فستان كحلي طويل ده الحين شوف تفضل باب اهدى اعطوني فيديو اقسم بالله امي تكلمني الليله بطريقه بنقاط طيب السلام عليكم يا هلا مرحبا تنقولي والله ودي افهم وش يقول ما ادري والاستديو حان وقته يا شباب اتوقع ان كذا عرفنا اسباب المشاكل ليش عرفنا عشان كذا عرفنا ليش علي عساف ترك نواف عياش ومسفر السعدي وانتقل لمحمد مفرح وسلمان آه. عرفنا سبب عشان التليفون يعني اي يعني هو اللي ضيق خطرهم الفتره اللي راحت دخل ليش ممكن يراسل اهله بالحمام الزاجل صح لا يقول كلمتني
والله ما اللي كلمته ولا عن طريق الفاكس او عن طريق الاكواب القديمه اللي كان فيها خيط فيها خيط في كوب السلام عليكم حط على اذنك زي كذا زي كذا قديم بعدين قال شش اخترع التليفون يوم جاب العيد قال بالنقاط ما يدري عندنا احصائيه اللي يكلموا بالنقاط ما اللي يكلم بالنقاط شوف اعطوني لذلك بعض المتسابقين ممكن يرى وشو فهد معيان يشكل لي خطر وجالس يحقق جماهيريه انا اخنق فهد في زاويه او اني اطلع فوق ظهره يا اطلع فوق ظهره او احط بنفسيه عشان ما يحقق اللي يبغاه لا يا ما اذا انت ذكي انا سابقك بخطوه معي جوال معي بيجر معي حمام زاجل معي دي تشيل اللي هو اللي معك اللي هو ايا كان معك ايا كان يمكن على البحر يحصل ورقه في العلبه ويرسلها صح يا سلام عليك على الساق يعني في اشياء كثيره ممكن نقولها الشيء الاهم هذا الشيء ترى عدت وازيد واقول لا يحقق مطالبك الا في منطقه محظوره او منطقه محصوره يعني المنطقه المحصوره هذه ترى اسبوع اسبوعين بعد البرنامج لانك انت تطبق حركات وشو والله فهد معيان مره خق بالنظار اللي كذا هو جالس يشغلنا بالنظار ذي اللي هنا طول برنامج انا اضرب مثال فهمت فهو ما صار يطلع من الكاركتر هذا احس تزود لا صارت زعل لا لا شوف محمد دعيري ما انا اعرف يا اخي اصبر عندي فلسفه معينه انت اسقطت على سعد وانا ما اسمح انا اعتذر استاذ فهد وانا عندي الجراه اقول قدام متسابقين انا اعتذر اذا كان شكرا لك شوفوا كيف الصلح شوفوا نموذج في 20 ثانية 20 جزء من الثانية طيب اسم محمد اعتذار ولا أسف لا ها شوف على طاري فلسفة هل في وسيلة تواصل غير الجوال ممكن يستخدمونها وش جوال ثاني تخاطر مو جوال الأول جوال ثاني مصادر MSD أيوة أعرف اللي معطيه الجوال أنا من ما راح أقول لا لا شوف لا محمد إنك تبدأ بشيء عطني أنت ناقد أنت ناقد لا 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 لازم يبين مصادر MSD ما أخي أنتم قريتوا اليوم ما أخذ تلفونه من واحد مو من الإعداد من الإدارة لا 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 هنا والله ما أسمح كمل لي نحول فلوس ونكلم أمه تحويل شو نحول فلوس ونكلم نحول فلوس بتلفونه ونكلم أمه لا لا عطني الموضوع كام لماذا هل هي كانت طريقة شرعية ولا غير شرعية أو استعطاف لا لا قلها لا لا دقيقة لا لا وقف لا لا دقيقة لا لا هل هو ما اسمح له بنقاطة ولا بدون نقاطة عشان ما نخصم على راتب وش قال بنقاط اي بنقاط قال بنقاط انا طالع اللي بالظاهر بالهواء قال بنقاط انا ما ادري لكن في نقطة ثانية هو اليوم بعد مثلا اذا كنا نشوف الحين بنقاط انا اخذ الجوال هو اليوم بعد قال ان ابوه ارسل له رسالة كيف ارسل له رسالة الجزئية هذه ولا لا بعدها في جزئية اخرى يمكن عنده تليفون بس السؤال بس انا اتكلم على النقطه هذا والفيديو اللي انعرض ما اخذ تلفونه السؤال من احد الاداره خصم له نقاط ما نبقى لا لا اذا يبطل هو التلفونات لن تاخذ الا عن طريق فامين او عون الرويبي طيب هل اخذ على حساب لاني قال لي الاعداد ما اخذ الجوال فهد معيان الموظف دقي بس فهد هل هو اخذ الجوال وكلم عشان توضح صوره علي عساف بنقاطه اي هو اخذ الجوال بنقاطه قبل يومين إذن هو صادق وكلم لا ما كلم لا احنا كنا جالسين مع بغرفة ما كلم وش سوى؟ كان مع بطاقة بنكية ارسل ارقام البطاقة البنكية والارقام السرية في مدة لا تتجاوز دقيقتين بالضبط يعني لم يقل الو ما قال الو هذا اللي شفناه ولا فيستايل هذا اللي انا اللي وصلني انه ما كلم ما صار في سالفة كلم ما كلم هل هو كلم يا هو صور البطاقة بنفس الجوال هو صور البطاقة او حول فلوس او سوى حاجة في البطاقة بس ما كلم بس كان مسموح لنا نتجاوزها طيب ما يعني أنا لما أكلم واحد في الواتساب ما راح أقول أكتب لك بالواتساب صح أكلمك بالواتساب هل والدتك احنا عندنا مشكلة تراسل الواتساب إيه ده أنا مو أول تقول علي السلام عليكم لا لا عندنا مشكلة يا علي هل بقى أمي تقول لي عندنا مشكلة خبز ومناديل وكذا لا لا عشان توضح الصورة كاملة هل هو كلم في مصدر كنت ولا أرسل كلم طال عمرك وحول فلوس بعملية واحدة لا ما أعتقد لا ما اعتقد حول فلوس نعم هذا حول فلوس اذا صوره لكن ايضا صورة علي عساف أيضا هناك نقطه متى امداه يصل الرحم كلم ابوه كلم امه كلم جارهم لكن كم سمح له دقيقه صح دقيقتين بالضبط ثلاث دقائق كنت موجود فيها نعم ما كلم لا ما كلم يمكن ارسل الواتساب اشكاليه ما طلع من غرفه نهائيا لا مستحيل ارسل الواتساب لدقه مصادر يعني الاشكاليه يعني في المقطع اللي حط اللي طلع قبل شوي كانه حط عليه تهم توهق يوم قال إيه. انا لو كلمت بنقاطي بقولها نقاطي وكذا يعني يمكن احرفها ما له داعي دقيقه انا لو قلت مثلا انا لو كان فعلا اخذ جواله بنقاطي طبيعي انا اخذ جواله بنقاطي واقدر اقولها قدام الشاشه ايش ايش المشكله عادي مثلا بنقاطي هو يعني. هو هو فلوس نعبي عشان يوضح امام الجمهور المتمرد الشجاع ايوه اللي ما نقول عليه شيء كذا شكرا عليك والله شكرا يا علي شكرا الامر الاول
انه جالس يسوي اني فنان وجالس اهرب جوالات. ايوه اوه ستوني الله. أيوه. والامر الثاني انه فعلا مع الجوال. فعلا مع الجوال. لان شوف دائما وكل الامرين سوء. بس دائما دائما اذا كان الجوال محظوظ بنقاط يبقى فلوسنا يا عبيد ماشي معروف يا اخي حبيبي انا مكلم بنقاطي عادي اتكلم على الشاشه بس اني انصدم منها كذا احد توقعي محمد انا اتوقع بعيده من الشاشه في ناس غباء يسوي بغباء اللي هي يا ولد انا عندي تلفون أو ما ادري هو يبي يطلع بالشو انه عنده تلفون وهو اصلا ما عنده تلفون عرفت طيب هذا طيب اذا كانت هذه مصيبه واذا كانت هذيك مصيبه هذا غباء بطلب المقطع مره ثانيه اشوف رياكشن هل هو فعلا ماخذ بنقاط ولا لا لغه الجسد يا شباب بدي لانجويج حلو عدل المقطع الله بدي لانجويج لغه الجسد اقسم بالله امي تكلمني الليله بطريقه بنقاط طيب السلام عليكم يا هلا مرحبا ثاني يقول لك والله ودي افهم وش يقول ما ادري حان وقته والاستديو حان وقته الاستديو حان وقته سوى كذا هل محمد قال له شيء يا سيد الفاضل يا ابو عبد الله جالس معنا لغه الجسد ابو عبد الله هل في مشكله اذا كان المتسابق اخذ جواله بنقاطه وطلع قال انا اخذت جوالي بنقاطي لا ما في مشكله صح ما في مشكله طيب ليش الحركات هذه احد امرين اما ان معه جوال او انه سواها عشان يصير حدث وكل منهما كان هي محاوله صنعت الحدث من لا شيء يعني اوكي بعد ما سويت كذا جبناك محور ابو ثلاث دقائق وسكر الموضوع وش الشيء اللي بيفيد يعني وش الشيء وش الانجاز ايش التروفي اللي جبته الان لعمرك في هذا الموضوع لقام خصم ممتاز احسنت اخر خصم بيجي يقولك بعدين وش بيحاجك بيجيك زي البارح يقول لا تكلمني الين تشوف الجوال قدامي لا 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 تجيب الجوال وتجيبني ونتحدث مع بعض نتناقش هذا الجوال وقل لي ماذا يا جوال تأتي في يدي وتقول يا سلام علي البارح علي الاعتراف سيد الادله هو معترف على نفسه انا ليش اجيبها اصلا ما يحتاج هو قال انا كلمته وهذا تعال طيب. القم خصم تلفون على طاري الجلسات هذه اللي كانت قبل الفجر او فتره الى الصباح كان في جلسه بعنوان ما هو حلم حياتك من إدارة مشعل القحطاني ودنا نشوف الجلسة عطونا المقطع لها لازلت أقول أن مشعل عنده ملكة إدارة الحوار عطونا المقطع أول مقطع إدارة الحوار اللي عن طريق مشعل القحطاني أنت جاوبت صح؟ جاوب جاوب تقول الحياة من غير حلم مثل فارغة زي البهيمة تعيش لا تحشمين لكن فارغة انا اشوف لا والله جابتك كانت مرضيه مره اي والله كان تصور مع الدون الحلم عندي ايه حلم متجدد عندي حلم على المدى البعيد انا قلت لكم في البدايه قلت اشياء ما حتى اخواني ما يدرون عنها بالضبط هذا اللي نحن نتكلم عنه ممكن او يمكن يشتغل على شيء لان حلم له يمكن اشكرك استاذ مشعل الحوار يتعب بالك داقش والله يبيك مدير حوار دقيقه اول حلم له انه يطول هذا اعطيته سر وفضحني احترام النقاش هو حسن الاستماع ما كل واحد يجي شكرا نعم اولهم تفضل سجل تفضل القم خصم بلا خصم يلا يعني المشاركات هذه كلها بدون اي فائده الحمد لله ابغى حان وقته والاستديو حان وقته شكرا طبعا لمثل هذه الجلسات شكرا لمثل هالحوار اللي يفتح افاق حديث ويقرب القلوب من بعض ويقرب المتسابقين من بعض نحتاج مثل هالجلسات واللقاءات صاروا قريب مره تفضل استاذ علي لا انا والله لا احب الحديث عن هذه لا شوف انا وجهت سؤال هنا تفضل والله شوف انا ابغاك تتكلم في الايجابي انا متعمد لا انا الايجابي عشان كذا هو بموت لا والله شوف سالفه شوف الان احنا نقول حاجه دائما ما نقول حاجه يعني بعطيك مثال على متسابق سابق عبد العزيز بقمي ابو سالم لا كان جيد في اداره الحوار يستاهل حلو وهو اصلا دخل شاعر واكتشف نفسه مقدم. في البرنامج انه مقدم قدم فقره الديوانيه الظاهر مرتين صح ولا لا قدمها مره وفقره وكان عنده فقره خاصه له صح إيه؟ احيانا الانسان يصنع لنفسه فرص من خلال هذه الفقرات اللي هو يصنعها اداره حوار مشاركه خلال التمثيل صح. يعني مثلا ابو دخيل الله كان مسيرته في الدراما عن طريق ايش ما يمكن مشهد مسرحي
أعجبوا فيه أخذوا ودخل الدراما وصار من عرابينها. يا سلام، علشان كذا دائما نقولها اللي عنده فرصة برامج الواقع أعتقد أنها تصنع لك أفاق وفرص كبيرة، ليست فقط لصناعة الجماهير، إنما هي لصناعة المستقبل كذلك. ممكن تثبت نفسك في التقديم، ممكن تثبت نفسك في التمثيل، ممكن تثبت نفسك في الإعداد، في الإدارة، في القيادة. أقرب مثال وليد قشران الآن في أوائل القنوات العربية على مستوى الوطن العربي، من أفضل ما تميز في التمثيل في رمضان. يا سام لما تجي أنت بس همك وشو إنه والله ألبس الكشخة الفلانية عشان والله ضحك الجمهور في الهاشتاج، ألبس فنيلة لونها كذا، أيا كان والتشخيص الفلاني والشكل الفلاني وتعمد الحركة الفلانية، ترى والله العظيم إنه جمهور متحرك، والله جمهور قناة ليس جمهورك أنت، ارم على بعدين. هل أرسم شخصيتي؟ يعني الآن قدامنا ثلاث في تفاني، هيثم الملحاني والنجاشي وناصر السويري، ممكن تبدأ في هذه الأشياء كاملة. بس للأسف يعني اليوم مثلا شفنا في كرنفال ما في الاثنين ثلاثة اللي في التمثيل أبدأ، يعني أنا مثلا أشوف حنيف اليوم ممتاز جدا، هذا مستحق دي حنيف بوجهة نظر فنية. أبوس أبو دخل لا أنا أرى مشعل. ليش مشعل أفضل منه؟ شوف أداء أحمد أفضل بس الكاركتر تعب مشعل. طيب بس حنيف يعني مشعل بنفتح محور الكرنفال والله نحن ساعة كم ساعة كم يا كم ساعة بكرة إيش؟ بكرة جمعة بكرة جمعة عشان الحق الصلاة الفجر. أنا بتكلم وخذوا الحوار على التقديم، أنا بتكلم عن الموضوع الجلسة اللي كانوا جالسين صح. الأحلام يتكلمون على الأحلام، تحقيق الأحلام، هم في مرحلة ما بعد الحلم الحين. حلو، هم لازم يسعون الحين يثبتون وجودهم ويشتغلون على أعمارهم. يعني على سبيل المثال أذكر بيتي اللي يقول مسر على أيام ما قمنا نحسب السنين، والشمس في كل يوم باقته ليلها، الله يجبر عزل ليلة الضحى نايمين. تحقيق الأحلام ما هو مثل تكميلها. يا سلام، إنك تسولف بحلمك طبيعي بس اسعى فيه، حتى لو كملت نومتك أنت وأنت نايم تقدر تكمل الحلم للآخر، بس متى يتحقق الحلم؟ لا سعيت فيه، لا سعيت فيه. طيب فهم الحين في مرحلة ما بعد الحلم يا أخي، اشتغل طيب على عمرك. على طاري على طاري الكرنفال، ما أدري إذا في مقطع جاهز أو صور بعد الكرنفال. اليوم شفنا الفعالية سعود بعد الكرنفال، ابشر اول كرنفال بعد لا الكرنفال اول شيء بعدين شيء سام. طيب محور صالح البلوي شفتوا يعني زعل اليوم في فقره الكرنفال، نبارك للاشخاص مع وجهات النظر المتغيره في ترتيب اللي فازوا سواء في التمثيل او الانشاد او غيره. شفنا صالح البلوي صار منه رده فعل انه زعلان على بعض الامور، في فيديو جاهز احمد نشوفه قبل ان نعلق. اعطوني الفيديو. طيب ونبغى صالح، تبي صالح؟ نقول ألف مبروك للشخص الجميل اللي قدم وأبدع اليوم وحصل على تقييم عالي من الكنترول ومن مجلس بداية. أعطوني صالح البلوي كوفي شروم بشكل سريع، أتمنى شباب اللي نطلب كوفي شروم يتوجه على طول. طبعا فقرة الكرنفال اليوم كانت فيها أكثر من أداء، كان فيها قوانين وضحن في وقت محدد ووضحن في غيره، شفنا غضب صالح. السؤال الأعظم، المجموعة الأولى كم تأخر الدقيقة؟ ثواني ممكن؟ الأولى أتوقع أكثر من دقيقة إن لم تخني الذاكرة. طيب أنا كنت أشوف في الطريق. المجموعة الثانية كم تأخر الدقيقة؟ نبغى الجمهور يراجع، راجع الجمهور كريم، انسوا كلام علي، أنا بس السؤال، المجموعة الأولى كم تأخرت ومجموعة صالح كم تأخر الدقيقة؟ وأي مجموعة لحقت هذا الكرنفال كم تأخر الدقيقة؟ نشوف كم تأخر الواحد وليش قطع صالح ومجموعته وهي أو مجموعته ضايقت عليه. عشان كذا احنا طلبنا صالح، صالح جاوبنا، افتح قلبك، نحن الآن نحاول نصلح، نحن حمام سلامينا. يا سلام. طيب صالح لكم في الشروم علي، صالح حياك الله. يا مرحبا ومسهلا، يا هلا يلا. صالح وش اللي حصل بالضبط؟ أول شيء مساك بالخير وحي علي الغامدي، يا مرحبا ومسهلا ومنور شاشة البداية. صباح الفل، يا هلا والله. طبعا اللي صار الربع اللي والله زعلني الصحيح، للأمانة يعني أنا عندي المشاركة بالكرنفال هذه أولوية بالبرنامج. الصوت بس رفعوا لي صوت صالح، رفعوا لنا صوت صالح شباب. أسلم، أنا المشاركة بالكرنفال هذه أولوية عندي بالبرنامج للأمانة. طيب. لأنها فقرة مهمة وتقدم فيها نفسك، وأنا والله حتى مقل بالقصائد بالفقرات، يعني بالرياليتي مقل بالقصائد توفيرا للفقرة ذي عشان الواحد يقدم موهبته بشكل حلو مناسب. ممتاز. أي ناخذ دورات طوال الأسابيع اللي فاتت، دورات إعلامية عشان نقدر نقدم أنفسنا. طيب. فيوم نجي عند الفقرة ذي
انت قاطعنا المقدم بالطريقه هذه حلو والله العظيم منها زعلني الصدق. يعني تعتقد انه خالد يوسف تعمد؟ ما تعمد صالح. لا والله خالد يوسف لا يجيد الحوار، لا يجيد فن قياده الفقره. خالد يوسف ضرب رصيف علمنا. لا والله انا ما اتكلم عن خالد يوسف، بس انا اتكلم ان المجموعات اللي فاتت في بعضهم اخذوا وقت اطول منا وما تم مقاطعتهم. يا سلام، وصلنا للزبده. صالح يقول في مجموعات قبلنا تعدت الوقت بفتره ولا تم مقاطعتهم، ليش صالح؟ هل خالد اليوسف مع حزب المتسابقين اللي يريدون اسقاط صالح بلوي؟ لا والله ما هي النقطه، يبحث عن الجماهيريين. لا ما هي بالطريقه هذه، بس اجل. لا والله ما هي بالطريقه هذه، بس يا طويل عمر وسامه، الشعر ماده ادبيه لها تقديرها واحترامها، عرفت؟ فيوم الواحد يقول قصيده والله العظيم حتى لو عندك سالفه مهمه انك تحاول توقف. طيب دام لين ما تقولها، لين ما يكملها الشاعر. طيب اوكي، دام زعلك على الاعداد وعلى خالد اليوسف وعلى سعود العتيبي على سندس اسماعيل وعبد الرؤوف، ليش زعلان على اخوياك؟ ماني بزعلان على اخوياي انا، انا والله زعلان. انت واحد يجيح براسك دفدفه. انا لا والله اللي هذا ماجد يا طامر اسامه جالس يطلبني يقول لي ارجع، وانا اقول له لا والله تكفى تفكني، والله ما بيرجع لاني متنرفز وزعلان وما ابغى اطلع بالمظهر هذا. طيب معليش يا صالح، معليش يا صالح، خلينا نكون صريحين شويه. انت زعلان على زملائك بس ما تبغى تخسرهم، فلفيت الموضوع على الاعداد وخذوا. لا والله اذا زملائك زودوا في النص، النص ورقه واحده خلوها 80 ورقه. قال صالح خلي. لا والله هو في شوف الأمان أعترف في سوء تنظيم بالمسرحية الصدق، يعني في هبد تنظيم، في والله في سوء تنظيم. لكن بالأول وبالأخير والله العظيم أكثر شيء يزعلني إن المجموعات اللي راحوا أو المجموعات اللي كانت بعدنا كان يعني أنعطوا وقتهم وما حد قاطعهم. ليش تقاطع بتقاطعنا حنا؟ للمعلومية ترى صالح كان تأخير ثواني، يعني أتوقع ما كمل دقيقة. هنا على الوقت. هنا السؤال الخطأ هنا مشترك، الخطأ مشترك ما بين خالد اليوسف وما بين فريق الإعداد وما بين زملائه. السؤال عادي جدا، الخطأ مركب. صحيح أن صالح في هذا الكرنفال للأسف أعطي المركز جبر خاطر. أيوة أنا وهذا السؤال صراحة، عشان كذا ما طرحت. يعني مفروض أنه صالح البلوي، البلوي مفروض يعني يركب عليه كلمة ولا جبر خاطر. السؤال البين، السؤال البين خالد اليوسف كيف في مجموعات اعطاها وقت زايد؟ لا هنا مشكله. ها طيب شوف، عشان توضح بس الاليه يا صالح لبيه، عشان يوضح كل شيء، خالد حدد وقت، انت تشوف المجموعات الثانيه تجاوزت الوقت ما وقفهم خالد، وصالح توقف. صح صالح توقف، وتوقفت حتى بطريقه كذا عرفت اللي دخل. كم توقع دقيقه اخذت يا صالح؟ انا ايه ما اتوقع اني كملت دقيقه ودقيقه وشوي. كملت قصيدتك؟ ما كملت القصيده كامله. صح كملت القصيده. طيب وشلت اخوياكم اللي دخلوا المسرح؟ صح. طيب سؤال، ما دخلوا اخويا المسرح؟ يعني شلون دخلوا بالمسرح؟ لا لا، اللي دخل مقدم الفقره دخل علي وانا بوسط القصيده، والله تلخبطت حتى ما اقدر تأدي. طيب وانا صراحه ما تمنيت انهم اعطوني مركز الصدق، لان القصيده اصلا ما اكتملت وادائي لها كان ركيك بسبب الفوضى اللي صارت. طيب اوكي ثلاثة. هل بعد القصيده كان في نص؟ لا ما في شيء. طيب هل تعلم، انا اسف تفضل، والله اني اعتذر بس انه ابغى صالح كثير، هل تعلمك انت اخذت في المسرحيه انت وزملائك 13 دقيقه و19 ثانيه اكثر مجموعه؟ والله يا ولا ما تدري، يعني انتم اكثر مجموعه استهلكت دقائق ما بعد العشر دقائق. كم في متسابق بالمسرحيه سؤال؟ انا مالي دخل، انا بسالك كم في انت ما نظمت الهبد حقكم. إيه؟ انا ما يدخل كمقدم. طب اسمع انا دوري اصلا، انا احس ترى لحد الان عندي 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 وجهه نظر. علي اذا تسمعني تفضل. انا عندي وجهه نظر من ناحيه اصلا اقحام الشاعر او المقدم بالمسرحيات هذه. حلو، انا عندي وجهه نظر بالموضوع ذا انها ما تصلح، هذا اول نقطه. لا بقول لك شيء بس صالح، النقطه الثانيه ايوه، ان المتسابقين اللي موجودين بالمسرحيه كم شخص؟ نقول 6 اشخاص بالكثير، تمام؟ طيب لو كل واحد اخذ دقيقه هذه 6 دقائق، صح ولا لا؟ طيب انا دوري ما كان يتعدى دقيقه او دقيقه وشوي. طيب هل تعلم، ما ادري صراحه، عندي مداخله اخيره، هل تعلم من ظلم صالح؟ من ظلم؟ من ظلم صالح؟ من ظلم صالح؟ ظلم يعني إيه؟ من ظلم؟ لكن من ظلمه زملائه. زملائه اي معلش هيزعل. طيب. مني يعني الكلمه الحقيقيه قلت لك الخطا مشترك، لكن ما رجعت للفيديوهات لا تزعل لا من خالد ولا تزعل من الاعداد ولا تزعل من الوقت، ازعل من زملائك الذين تاخروا بالهبد ونص المسرحيه والله بلا نص. طيب لا تقول لي والله على السريع، لا هل تعلم دامك تدري على السريع لا تكثر ذبات المسرحية يا الكوميدي العظيم اللي ولا ذبة ضحكنا عليه للأسف. طيب صالح بس بقول لك شيء قبل الختام، متى ما
توظفت في أي مكان أو قالوا لك في المسرحية في أي مجموعة عادي أنك تأقلم وتأدي والله ناجح دائما. شوف في كتاب اسمه من الذي حرك قطعة الجبن التي بداخلي، تعرف تتحرك للإبداع دائما وين ما كانت تروح تأخذها، فلك التوفيق. شكرا لك، الله يعطيك العافية. طيب سعود الحوشان توجه لكم في الروم بشكل سريع، سمو بدعي. أنا في تعليق على صالح يوم قال إقحام الشاعر بالمجال الإعلامي، هي شوف فقرة الكرنفال تقريبا توقيتها ساعة كاملة، ساعة لو تقسمها على 20 يطلع لك 3 دقائق لكل متسابق. حلو، ليه صالح ما يروح الإعداد طال عمرك يطلب إنه تكون مداخلة الحال، مو شرط يكون مع توليفة المسرحية ولا توليفة، يطلبهم إذا ما نفع وياه شو اسمه إنه يشارك في المسرحية يدش وشارك، يقول لهم لو سمحتوا أنا أعطوني 3 دقائق الحالي أنا أولى فيها. هل الإعداد حقيقي إنه يوظف مثلا المنشد يقول له أنت اليوم صار شاعر؟ ما هي صارت أول يوم كانت تغير الآلية على مزاج الإعداد، كل يوم تغير الآلية، ما في آلية ثابتة، على أساس هذا يروح يطلب. طيب سعود الحوشان موجود في الكوفي شروم، عطونا سعود الحوشان يا شباب في الكوفي شروم. محمد شوف مسألة التوزيع هذه، يعني أنت تقول إنك ما أنت براضي عنها، إنه بس شعر إنشاء تمثيل مثلاً أو لا الإعلام؟ لا لا، نتكلم على شخص صالح صالح مشاركته ويا المسرحية هو مو راضي عنها، هو يطلب منه مشاركة الحالة 3 دقائق الحالة، يقول عطوني 3 دقائق مالتي أنا بسوي فيها اللي أبي. وأنتم كيف؟ إن شاء الله يسوي قهوة يشرب قهوة. تقسم بينهم يعني؟ هو يطلب إذا ما يبي يطلع من المسرح. في يقول توظيف الشعر في المسرح. في واحد ما يقدر يشيل ليلة 3 دقائق من في المسرحية. صح. تلقاه يقط قطة واحدة ويسكت. طيب. طال عمرك ويشيل عنه الباقي ويأخذ جائزة. في شيء مهم بس عندنا فقرة تفانين فيها مدرب سواء على مستوى التمثيل. سوي الإنشاء عاد من مجال الإعلام. من الأسبوع القادم راح يكون فقرة كرنفال هي مشاريع حصاد الأسبوع، هي فكرة يعني برنامج هذا المفروض كذا، المفروض يعني مثلا المدرب للإنشاد يدربهم العمل اليوم الخميس، يعني وشو يعني هو يدربهم يسعى لعمل معين يصنع عمل اليوم الخميس. يا سلام، هذا ما صار ترى منهم. أما يعني محمد الدنع اليوم أخذ مركز الثالث يعني ثالث. محمد الدنع اليوم أكثر إنسان انظلمت الجائزة بسبب محمد الدنع. ليه؟ لا والله خذ الثاني ماجد الرشيد. يعني انا لست منشد وصوتي لسه جميل بس واضح انه شاذ، واضح انه شاذ يعني علي. يعني حتى اللي ما يعرف الانشاد يدري انه طلع برا التون وسولف برا ورجع لنا. تدري انه من اميز الاصوات الموجوده، هذا بلبوك يا قاب، هذا المصيبه اذا كان هو من اميز الاصوات واليوم ممكن نشز. صوت مميز لكن غير متميز. اي ممكن ممكن صوت مميز بس اليوم بزكب بذكب باتش. لا ممكن صوته مميز بس باقي فيه خرعة. يا سلام عليك، ركز او تدخل ممكن برضو لانه برضو مشعل ما دافع عنه ولا دافع ليش معه. صح ولا لا؟ ليش خذ الثاني؟ ليش خذ الثاني زين احمد؟ هذا هو المراكز. اذا المشكله في مين؟ في مشعل ما دافع عنه. مش عم اقول صح انا. سعود احنا بنكون شروم. سعود حياك الله. يا مرحبا ومسهلا، ارحبوا. يعطيك العافيه يا سعود. الله يعافيك، امسي عليك ومسي على رب الموجودين. شكرا الغامدي، مرحبا. شكرا لك يا سعود من الفتره اللي راحت الى الحين ورتمك في سعود يا سعود. عمرك طويل. كيف البرنامج معك؟ والله ما عليه، البرنامج اموره ماشي الحمد لله وبدينا نتاقلم على الاوضاع ان شاء الله. كيف اخوياك معك؟ ما عليهم. طيب فهد تفضل بس. يا انت حبيبي. شكرا. السؤال، هل انت مقدم ولا انترفيو؟ كل ما تدخل متسابق الان احنا 28 حلقه، كل ما دخل البرنامج كيف البرنامج معك؟ اسئله يا اخي اهتم في نفسيته. هل انت ضايق اذا كنت انا اسال المتسابق؟ احنا سالنا امس. لا بسال اليوم. قبل كل يوم يهمني. كل يوم كل يوم. كل يوم. طيب تفضل. طيب احب اعرف الشباب، اعرف علي الغامدي، اعرف ابو سالم، اعرفك على صديقنا المضطهد الجديد. ماني مضطهد يا فهد. لا لا ما تحطني مضطهد. طيب على خشمي، صديقنا المظلوم الجديد. ماني مظلوم. طيب صديقنا الجديد. اوكي. ايه صديقنا الجديد سعود الحوشان. إيه؟ يا سعود يا حبيبي. سلام. انا شفت لك مقطع منتشر في تويتر. حلو. ها. الا وهو ان علي عساف كنت جالس انت. علي عساف والله. علي عساف جاء لمخك على 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 راسك، عرفت تحت انت والكراسي. لا 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 اسمع مني. طيب اسمع السالفه بس. حلو. وانا رايح اشرح بدقه. ايوه. هو لمخ على قدام. لا هو جالس. إيه؟ هو جالس. هو جالس. حلو. وهنا كرسي، عرفت؟ جاء لي على السفجه بوم فرجع هو الاثنين كراسي معه. أيوة. عرفت؟ طاح. انا جاي القريه ابغى اقول ليه. أيوة. ليه؟ عرفت؟ تفاجئت على السف في حلبه الملاكمه مع سعود الحوشان اللي هي تحت الهواء. تحت الهواء. حلو. لا 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 مو عيان. من تدخل؟ من شايل بكل الامور كذا؟ سوبرمان سلطان الحميد. ايوه. فرع وانقذ سعود الحوشان من بين يدي الوحش علي عساف.
والله العظيم. الان الان انا عندي سؤال. دقيقه دقيقه خليني اجاوبك. خليني اجاوبك. انا ما سالك جاوب نفسك يا ابو معيان. اصبر اصبر انا ما سالت. انا قلت السالفه بعدين بسال. لا انت ما قلتها بشكل واضح. ها هو ما صقعني، كان جالس معنا على الكرسي قام لمس بس راسي كذا دفيت على الكرسي ما طحت انا دفيت الكرسي بقوم اني امزح معه. بالله بالله لا 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 دقيقه دقيقه مقطع موجود. دقيقه والله تاكد المقطع. هل المقطع موجود احمد عبد الرحيم؟ اه بابا تقدر تسوي زوم على جوالي؟ موجود. انا اوريك هنا احنا ما في الجوال. لا ما هو موجود. شوف شوف طيب شوف شوف المقطع موجود شباب. عطنا عطنا زوم 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 على جوال. دقيقه خلنا نغير الصور. اصبر دقيقه انت بعيد معي ابابا ابابا ترجع معي. طيب بس حط الجوال بالعرض شوف اذا قدرت. ما يا بابا الله يجيب العيد. هو هذا طيح اثر رجعي. ايوه هذا اثر رجعي. اي هو هذا اثر رجعي. تركز معي يا بابا. خش زوم دقيقه. خلي خش زوم. ثبت يدك. يقول ثبت يدك. قرب شوي يا بابا. تمام ركز ركز ركز. يلا شوف اثر رجعي. دفع على قدام رجع ورا. الله كمل كمل المقطع كمل المقطع حبيبي. هي قمت ردت فعل طبيعيه. قمت قال لي بمزح معه. رجع رجع رجع. خلي خلي قوم ولا وقعي مع على قفاي. عد المقطع هنا بس قرب. الله لا يوفق. اصبر مو بنت واحد ثاني في بالي. خلاص خلاص يا علي مصدر. طيب باقي خلاص انت خلاص ما يبقى ما يبقى. خلاص علي خلاص خلاص. طيب اعطوني سعود اعطوني سعود. يا سعود الحوشان سؤال. يا سعود الحوشان هذه انا وعلي عساف نصل. هذه مزحه وضحك وناشه. طيب ماني براح. اوه ضربني مع راسي خلنا نط في حلقه اذبح. اي ممتاز ممتاز. طيب اللي كان تحت الهواء تبعا لما صار فوق الهواء. انت قلتها اللي تحت الهواء تحت الهواء. هو تبع انا وعلي عساف. يا اخي يا اخي صار على نقي صار عندي. احنا عندنا قاعده اعلاميه تقول ان ما تحت الهواء يبقى تحت الهواء الا في حاله. وش انه اذا ارتبط بحدث داخل الشاشه. صح. انا ما في حدث ما في حلو. انا ربطت كيف علي عساف علي عساف دب سعود طاح سعود. انا جاي القريه سعود دف تحت. انا جاي القريه عرفت. لقيت سلطان الهميلي مشمرا اكمامه كانه داخل من الحرب داحس والغرب غبراء منقذا سعود الحوشان من ايدي علي عساف. اكتشفت ان عندنا في هذه القريه مظلومه من نادر العجمي. ماني مظلوم وعلي عساف معيان. لا محمد دلع مظلوم. لا يستطيعون الدفاع عن انفسهم. انا اكل من نادر العجمي. احنا ندافع ما حد يدافع عنه. سعود الحوشان دافع عن علي عساف نخلص سوا. دنعه دافع عن مشعل. حلو انا ثري انقذت من اسمع انا ودي اسمي البرنامج اسم ابو معيان. دقيقه دقيقه سعود. برنامج استوديو ليس برنامج استوديو. هو برنامج تدريب المحامي. تدريب الدم تدريب المحامي. كل واحد يحمي الثاني. انا محامي ضرب كله يحمي الثاني. كله دمع. انا لي صار اتحكى فيه يا ناصر. لي صار اتكلم فيه. ناصر مين؟ ما في ناصر. ما في ناصر. ناصر شمراني في الهلال. انا عيل غامدي. ضيع اسمك. سمي سعود. سعود سعود ما تسوي مجنون ناصر. والله اني ما اقدر اسمي لك عبد الرؤوف. يا علي كيف؟ اقول ما يعني ما شفتك الا قبل امس وتوني عارف. حلو ممتاز. بس تعرف من 10 سنوات. والله ونعم. والله ماني بعرفك. والله حلو ما تعرف برنامج الواقع. إيه؟ انا تكفي. والله لو انك دخلت معي حلبت علي عساف اني اعرف كل انسان. والله اني يعرفني ولا انسان. أيوة. لا لا ابشر. كمل 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 يا ناصر شمراني. كمل كمل تقول كمل كمل وانا مظلوم. لا بالله هذا هذا مو كلام. شلون تدري ليه قال ناصر؟ لا ناصر الحربي فزع معه بالهوش. اسمع هو يعلق على اخر اسم صح. اخر فيديو شافه قبل ينام نيفيز. لا يعني نيفيز يناديك ها حق الهلال ها. ايش رايك تذبح هذا الصوت؟ حلو الله يطول عمرك. تدري اقول لك معلومه. انا رحت اطلع ناصر الحربي ترى من بينهم. رحت اطلع بغي ينظر ناصر. سلطان سلطان والله اي عشان كذا قال ناصر. الله الله يذكره بالخير. خليته زي ناصر للتصحيح. بس انا رحت اطلع ناصر من بين سعود وبين علي. قصدك كذا واقف على السرير يبي يبي يهجم. ما ناصر وسعود من بين علي. دقيقه دقيقه اصبر يا ابن الحلال. طلعت ناصر وسعود من بين يدين علي. ما طلعت ناصر بين سعود وعلي. ناصر وسعود ناصر وسعود من عند علي. شوف شوف تطور الى الاداره. يا سلام. انا والله استغرب. شوف شوف علي العساف شلون يمد ايده يا اخي. عيب والله العظيم. نطلع ابراهيم. لا يعني ما يصير. هل انت تتحمل الاضرار؟ ما فيها مدة يد. ما فيها مدة يد. اتكلم جدية اخي. شلون تمد يدك على شلون انت ابو دعيري؟ والله ما فيها مدة يد. والله هذا سواليف ابو دعيري. رجاك كرشيين طاحوا معك. هذه قبل السالفة بكم لها اسبوع يمكن ذي لفت كرسي لاسبوع او اكثر من اسبوع بعد. طيب لو صار مدة يد خلف الكواليس يا اخي او ما ظننت. والله ما في ناصر حربي. ما في كيف كان ما في مدة يد. كم مرة قدمت انت من كذا انت؟ انا والله ما احب اسولف بشيء تحت الهواء. انت خنقت وياه تحت الهواء؟ لا بالله
اما الرجال هذول كلهم يكذبون؟ لا لا بالله ما قالوا صحيح، انا اتكلم انا وياها، لا جت مدت يد ولا جاء ضربي ولا جاء تفزيع. وش جاء وش جاء؟ ما جاء بينك شخصين يفرعون بينك وبين علي العساف، شو بيصير؟ كيف ما في فراعه؟ انا وعلي العساف واقف قدام علي العساف وانا واقف قدامه، لا مد يده ولا مدت يدي، نتكلم افهم الموضوع افهم الموضوع، نقاش عادي تحت البث. اما نط بين السرير ويقول سلطان يعني ولا جاء ولا دخلنا الغرفه اصلا. يتحلم سلطان الميلي في في كلام سلطان الميلي الرجل قدامك سلطان قدامك يقول جاي افرع انا جيت اطلع ناصر الحربي انت تقول احنا في الغرفه هل احنا في الغرفه هل انا نطيت عليهم فوق السرير وين وين قدام باب الغرفه وانت تفلت على الباب صح انت قبل شوي تخنق الكلام اي طالع كذا على السرير تبغى تدخل يا حبيبي سعود وش اللي صار ما صار شيء دخلت دخلت عليه يا طلع عمر السلامه في الغرفه قبل الغرفه قبل الباب اي عند الباب حق السيب اي قلت الكلام اللي كانك بتتكلم تعال تكلم تحت البث لا تكلم فوق البث والكلام قد خلص بيني وبينه حلو حصل كلام شوف امور بسيطه وانا وعلي وانا وعلي نطمرك سعود حبيبنا سعود الله يخليك لي اللهم امنوني اذا كنت والله فعلا اذا كنت تغير رتمك هذا بسبب علي عساف ترى تقدر تشتكي عند سعود تغير رتمي فيوش رتمك في الهواء وش فيه تغيره هل هو بسبب ضغط علي عساف هذا انا على ماهي اسمعني طيب كيف تغير رتمي اسمع الله قصدي سعود حسام اسمعني لحظه سعود حسام ركز ركز دقيقه 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 انا نسيت اسمع عشان ما يتهاوش سعود 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 حسام سؤال انت الان الرجل قدامك مو في الاعداد سلطان يقول انا طلعت ناصر وسعود من عند علي غير صحيح ايش غير صحيح يعني الرجال كذاب يكرم على الكذب بس غير خلاص طيب وش يعني انا ما كذب الرجال عاد وش تحرك انا اقول غير صحيح لا ما غير صحيح خلاص نطلع الفيديو لا لا نطلع الفيديو نطلع الفيديو ما في كاميرات مراقبه نطلع انتم في السيب ما في كاميرات مراقبه سبحان الله يا ابن الفيتني ما ادري برامج الواقع وش هذا جوالي بس اثبت انه جوالي تخيل هذا جوالي بس اثبت انه جوالي صحيح حلو لامسك شنطه جوالي بس اثبت انه جوالي هو لامسك الشنطه ومسك الشعيب منه وطلع بالسياره اعرف ان الله حد دور قبل انا وصل رساله اخيره والله مسكت الشعيب مسكت خليت الشنطه يا طيب طيب نبي زهده طيب سم فهد تفضل هو يقول بس عشان رساله اخيره يا اخوان يا سعود الحوشان يا حبيبنا اذا كنت تعاني والله من ضغط من علي العساف اشتك لسعود العتيبي لا والله ماني مضغوط من احد اشتك اشتك ناصر الحربي والله العظيم لا ناصر الحربي ما اشتك العباس لا ماني بشتكي للرب الخالد يوسف ماني بشتكي لاحد عون والله العظيم لكن رتمك طاح علي العساف اتق الله في نفسك اتق الله في نفسك, نفسك انت بعد شوف شوف لا تشربك المواضيع انا ما اشتكي للرب ما اشتكي لفلان وعلته هل يوم شوف يوم نجمت الاسبوع هذا ورتمهم نزل بدأوا يهاجمونك كذا بالمشاكل لا بالله لا بالعكس لهم والله لهم فرحانين اكثر من فرحتي والله اي والله شفنا انا ودي اقول حاجه طيب شيء اخير بس سعود للجميع برضو لا تحاول ان تدافع عن زملائكم فعلا يكون حقك لانك بتندم عليه بعدين ما ما حد ما كل خلنا نكمل كلامي الكلام للجميع لكل متسابقين لكل النسخه لكل من هم فيها من متسابق لا تدافع عن زملائك وتحاول تطلع مثاليين حتى وان كان واجهت اداره ولا شكيت لهم انه عندي انا اعاني من مشكله 1 2 3 ترى بتندم بعدين بتجي بعدين بعد البرنامج الاداره بتطلع في بث في البرنامج الاسود الاداره ما حمتني ولا سوت ولا لا 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 انا فعلا انا ماني انا ماني في رجال انا ماني في رجال اداره ولا حد يحمل خلاص بتوفق لك في معسكر لا تقول شد حيلك سعود زين اوكي شيء اخير تبي تضيفه سم شيء اخير تبي تضيفه لا بالله سلامتكم ورضاكم لكن بضيف شيء واحد والله ثم الله ما شلت في خاطري ذره على مخلوق يخلق في البرنامج ذا كامل كفو وانا داخل بالعلم الغالي وبطلع بالعلم الغالي وانا داخل اهدى العالم على حساب في المتسابقين بكره حساب مو كل شوي ضارب لك واحد لا لا الضحية القادمة علي عساف دنعة أنقذوا دنعة أنقذوا دنعة فهو في خطر محدق أنا عندي فكرة نركب جو برو في عقال علي عساف جو برو خلاص ننهي هذا النقاش نثبتها براسه نشوف يلا ونعطيه جوال نعطيه جوال عيش الليلة شكرا جو برو ذي طيب شكرا سعود الحوشة العفو يا هلا سلطان علي عساف أول شيء كان يتمادى في الكلام طيب الحين وصلت لمرحلة مدة اليد المرحله الحلقه الثالثه شلون وحش الاخير يعني ايش بيسوي بياكلنا قسم بالله زندي بيطلع بازوكا والله العظيم والله العظيم خايفين من تشارض يطلع ضحيه ولا شيء يصير في شيء صح والله يطلع له واحد بيعاقب ضعيف اي والله يجي ظروف ايش تسكي يروح فيها والله احنا نتكلم ترى المره الجايه عن اهم المحاور اللي صارت اليوم شكرا لهم بعد نتمنى ان هذا ما ياثر على رتم سعود وادائه ان شاء الله وباقي المتسابقين كذلك شكرا اليوم فيه محور بس اتوقع
بنجهزه ان شاء الله على الاسبوع القادم. شكرا لاحمد حنيف على مبادرته الجميله عن العلاج الطبيعي اللي كان يتكلم عن تخصص وشيء واضح وشيء مهم. قبل الختام رسالتك والله محمد، احنا اخر حلقه في الاسبوع. انا والله استغرب كيف زياره نجم جابوا الشاعر اسطوره مساعد بن عريج، يعني ليش استغربت؟ يا اخي حلقه سيئه جدا. سيئه؟ سيئه جدا. ايش السبب؟ مساعد مساعد بن عريج ماشي لا يصلح ما بالنسبه لاختيار الضيوف ما هو بعندك يعني. والله يا صدق لا لا والله صدق هذه تكلم على شاعر وضيف عندنا هذه دقيقه لا لا يعني ما تنقد عليه اي واحد يطلع في الهواء انتقد ما انت ضيف في الهواء انا اللي حق اصحى حتى انا ضيف لا لا وقف هذا ضيف سلامات نسينا نسينا والله نسينا نسينا مساعد بن عريج مساعد بن عريج كان ظهوره مميز شئت ام ابيت اكرمنا الله واكرمنا والله اليوم بمجيئه شكرا له ولا شكرا لك انت على ارائك فاشله دائما انت منين جيتنا وانت ارائك غريبه انا على شغله واحده يقول اكتب اكتب على الكاشه اكتب على الكاشه الاسطوره مساعد بن عريج خير حقه يا اخي هو اسطوره فعلا لا لا انا الذي نظر الاعمى الى ادبي يحق للشاعر ان يتفاخر نفسه شكرا لك محمد علي الغامدي بعدين هو يجيبه ترى هو جابه من الكويت عشان عشان ينتقده في ضغينه يعني لقى الفرصه عليه هي ضغينه لا لقى مدخل عليه تفضل علي اشكر احمد حنيف على المبادره البارح صراحه بس أعجبني في نهاية المبادرة كل شاب أنا والله عندي مشكلة هنا في الأبهر الأيسر والثاني وعندي مشكلة في الغضروف الأيمن بدي يتشكون كلهم تسدحون جاء الدكتور إيه جاء الدكتور طبعا عندي اللحمية عندي قال ما له دخل على الطبيعي يا ابني أنا عندي مشكلة عيوني في يعني جاي هناك في حول أنا شو هو يحسب كل شيء يتعالج على الطبيعي شاب أهدو مو بيعند دكتور هو يحاول يعلم قلت ترى مو بكل واحد يلبس كذا ترى دكتور فشاب يعني شكرا لك الله يوفقك ان شاء الله يعني. ونهايه اسبوع جميل وان شاء الله انطلاقه اسبوع قادم باذن الله بالله باذن الله تعالى فهد معيان شكرا لكم جميعا شكرا 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 للميكروفون شكرا للعقالي شكرا لمحمد دعيرم شكرا على الغامدي شكرا للجوال على الغامدي شكرا للحمام الزايد شكرا سلطان شكرا لكم شكرا لكم مشاهدينا الكرام يعطيكم العافيه حلقه ختام الاسبوع من يوم السبت ان شاء الله راح يكون في احصائيه اسبوعيه كامله للمتسابقين شدوا حيلكم اسال الله يغير الأحوال أن يغير حالكم إلى أفضل حال بإذن الله تعالى في أمان الله كل واحد يذكر بخيره ويشره ما يهم من زعله ولا نسره ما علينا وش يفكر ما علينا إن بالمرصاد بفلاش باك كيف ينكر عندنا لقطة وشاهد ما غفلنا لو غفل عن المشاهد لو نسوا الناس حنا ما نسينا إن بالمرصاد بفلاش باك. هل استمعت لتلاوة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أو الشيخ محمد أيوب أو أئمة الحرمين؟